أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء الجديد. اليوم لدينا مناظرة، يعني عندنا طرفين، والمناظرة هي بعنوان أيهما أصلح للبشرية، الإلحاد أم الإيمان؟ من الطرف الإيمان هو ماري يوسف، ومن الطرف الإلحاد هو أحمد حرقان. أتمنى أن تكون هذه المناظرة مفيدة لكل الذين معنا على الشات، كل الذين سيرون هذه المناظرة لاحقاً، وأتمنى أن تكون كل التعليقات بناءة، وأرجو رجاء محبة من كل الذين معنا أن تكون تعليقاتكم في صلب الموضوع وبناءة، ولا يكون هناك إساءة إطلاقا لكل من الطرفين. المناظرة سيبدأ فيها في البداية ماري يوسف، ومن ثم 5 مرات 10 دقائق لكل واحد منهم. لكن قبل أن نبدأ دعونا نرحب بضيوفنا. نرحب بأحمد حرقان. أهلا بك أحمد، صوتك أنت ميوت عزيزي أحمد. يا مرحبا، أهلا بك أهلا سعيد جدا تكون معي في هذه المناظرة أحمد، وخلينا نرحب أيضا بماري. أهلا بك ماري. أهلا بك دكتور آدم، وتحياتي للأستاذ أحمد حرقان، إن شاء الله منظمة موفقة. شكرا جزيلا لكم لهذا الموضوع اللي راح تقدموه، واتمنى ان يكون هذا الموضوع فائده لكل اللي يشوفوه واللي يشوفوه لاحقا، ونستفاد من ما تطرحونه، وارجو ان يكون يعني في صلب الموضوع كل مداخله من عندكم، وكما اتفقنا 5 مداخلات 10 دقائق لكل واحد، ولما تكون تبقى دقيقه واحده انا راح انبه انه الوقت سينتهي. فدعونا نبدا ونترك المايك مع ماري وأول 10 دقائق. تفضلي ماري. تحياتي للجميع، وتحياتي لقرر، تحياتي للأستاذ أحمد ودكتور آدم وكل الحضور. طبعا موضوعنا عن الإيمان والإلحاد، أيهما أصلح للبشرية. وقبل ما يعني نخوض في تفاصيل الموضوع ونقدم أدلة أنه المعتقد الديني المسيحي هو الأفضل للبشرية، لازم نوضح يعني إيه إيمان ويعني إيه إلحاد. أنا يعني في المقدمة هثبت إنه لا، الإلحاد ليس إنكار أو موقف سلبي إنه رفض للدين، لا، الإلحاد هو أيضا معتقد إيجابي بيحمله أستاذ أحمد أو غيره من الناس اللي بيتبنوا هذا المعتقد. تعالوا نشوف شروط، أو يعني إيه شروط المعتقد، ياريت دكتور آدم، شروط أي معتقد علشان يبقى معتقد. يا جماعة لازم أول حاجة هذا المعتقد يبنى على هدم البدائل الأخرى. أنا مثلا مؤمنة بوجود إله، وبالتالي فرضية عدم وجود إله أو الإلحاد أنا بهدمها. كذلك أستاذ أحمد، الإلحاد أصلا يا جماعة اسمه إيسيزم، يعني ضد الإيمان، أو اللي هو السيزم، إنكار للسيزم أو للإيمان، وبالتالي الإلحاد هو قائم على هدم الفرضيات الأخرى كلها، تمام؟ ودي بيسموها belief as relative to alternatives، أو كنسبة إلى البدائل الأخرى. تاني حاجة الإيمان لا إرادي. لا إرادي يعني ميري مثلا معتقدة بوجود إله أو المسيحية لأن الأدلة قادتها لكده، الأدلة اللي درستها وبحثت فيها وصلتها لهذه الفرضية، وبالتالي ما ينفعش الإرادة بتاعتي تكون هي اللي سيئاني أو هي اللي سيئة المعتقد بتاعي. لا، أنا ملحد أو أنا مسيحية لأنه الأدلة وصلتني أو دفعتني لكده. ثالث حاجة أنه الإيمان عقلاني. يعني عقلاني؟ يعني لازم يكون هذا المعتقد صحيح أو مبني على أدلة صحيحة. الإيمان يا جماعة بيساوي، أو المعتقد، أي معتقد بيساوي فرضيات أساسية، زي مثلا فرضية وجود الرب عند المؤمن أو فرضية عدم وجود الرب عند الملحد، زائد درجة الثقة فيها. درجة الثقة دي مبنية انه انا ارادتي ما بتتحكمش في هذا المعتقد، لا، انا الادلة بتاعتي هي اللي سائتني او قادتني الى هذه النتائج، تمام؟ زائد المعايير الاستقرائية اللي انا يعني ببني عليها هذا المعتقد. يعني ايه معايير استقرائية؟ يعني مثلا جه مثلا احد الملحدين قال لك الدليل التاريخي ده انه بيثبت انه مفيش قيامة ليسوع. ده المعيار بتاع الاستقرائي. في معايير اخرى طبعا، لازم علشان الايمان يبقى عقلاني انه المعايير دي تكون شامله او تكون بقدر الامكان جامعه، ما ينفعش اسلط الضوء على دليل واسيب دليل. رابع حاجه في المعتقد علشان يبقى معتقد انه يقوم على دليل، وده بقى
يعني بما انه طبعا الالحاد يهدم المعتقدات الاخرى، وبما انه لا ارادي الملحد بيدعي انه لا الادله اللي قادته لاستنتاجاته دي او فرضياته دي، وكذلك بيقول انه ايمان عقلاني. كذلك برضو عاوز اقول على انه فكره الايمان العقلاني ده او المعتقدات الصحيحه، ليه الانسان لازم يبقى عنده معتقد سليم؟ المعتقد السليم هيوصلك ان انت تقوم بافعال سليمه من اجل غايه معينه. احنا بنفترض انه هذه المعتقدات علشان تبقى صحيحه وسليمه تمام لازم تحسك على فعل خير، لازم تحسك على فعل خير، لانه الغايه لازم تبقى غايه خير. طبعا الخير او الصلاح او الجودنس مبني على انه فعله يولد خير اكبر من عدم فعله. يعني انا مثلا بعمل، استاذ احمد بيعمل حلقات تنويريه، لا الخير اللي بينتج عن هذه الحلقات التنويريه ها افضل من انه ما عملهاش، وبالتالي الحلقات دي تعتبر خير تمام. المعتقد الديني بيقول لك انه الغايه هو الملكوت او السعاده الابديه تمام، ووجود علاقه دائمه مع الرب تمام، هذا هو الخير الاسمى. هذه الغايه مفترض بقى الواحد يبحث عن معتقد سليم، حتى الملحد يبحث عن معتقد سليم. ليه؟ لانه زي ما بيقول برضو الملحدين انه ما ينفعش يا جماعه نضيع وقتنا في الصلاه والصوم والعبادات وبالتالي يعني الغايه الساميه اللي بيسعى عليها الملحد انه يحرر البشر من الخرافات، وبالتالي كل ما قلته في الاربع نقاط دي يتوافر مع الفكر الالحادي، وبالتالي الالحاد هو معتقد ايجابي لابد ان يقوم على دليل. دي بقى النقطه اللي احنا هنجلها، انه الايمان لازم يعني يبنى على دليل تمام. الغاية عند الملحد زي ما قلنا هو الخير الإنساني أو تحريره من الخرافات، هو بيشوف إن دي الغاية الأسمى وحقوق الإنسان، وبالتالي ما ينفعش الملحد يجي ينكر لي كل ده ويقول لك لا الإلحاد ده موقف سلبي أنا بنكر الدين وخلاص بقى، وأنت بقى يعني إيه اثبت لي بقى، يقعد حاطط رجل على رجل ويطلب من المؤمن إنه يثبت له. لا أنت كمان لازم تثبت، أنت كمان لازم تثبت إنه معتقدك دي أو عندك معتقدات صح، لأن أنت حضرتك عندك اعتقاد بعدم وجود حياة بعد الموت، عندك اعتقادات انه المثليه نوع من الحريه الجنسيه وانه المثليين يعيشوا مع بعض حياه كويسه، ده خير، ده معتقد في حد ذاته. عندك اعتقاد انه لازم انه الاله ده يتماشى مع روح العصر، وده اللي قلته في اخر احد الفيديوهات بتاعتك، انه روح العصر هو اللي بيسوقني الى المعتقد وليس الدافع للحق، ان انا ادور على الحق علشان ابني عليه معتقدي. لا انت بتقول روح العصر، هنثبت ده في الفيديوهات. فانت عندك اعتقادات لازم تقدم عليها ادله انه الحقائق كلها نسبيه، انه ما فيش اخلاق مطلقه، كل دي معتقدات ايجابيه. ولذلك إتيان بورن بيقول، بيعرف الالحاد، يقول لك انه الالحاد هو انكار وجود الله بطريقه متعمده ومحدده ومنتظمه. لا يكتفي الالحاد بالحقيقه النسبيه او المطلقه، بل يدعي انه قادر على رؤيه ما هو داخل اللعبه بوضوح كبير، لأنه الإنكار المطلق للمطلق. وكذلك الكاتبة الملحدة مادلين موراي أوهير اعترفت في كتابها What on Earth is an Atheist، بتقول نحن الملحدين نحاول أن نجد بعض مبادئ التفكير المنطقي لكي نبني على أساسها أعمالنا ومعتقداتنا، وقد وجدنا ضلتنا في الفلسفة التقنية للنظرية المادية. ها؟ ثم تقول أنه لا يوجد قوى خارقة للطبيعة ولا يوجد كائنات خارقة كالآلهة والجحيم أو حياة بعد الموت. هذه الانكارات قد تبدو انكار يا ميري، يعني بينكروا، لا ده يعني دي رؤيه انه انت بتنكر بشكل مطلق، انت مش بتقول انا مش عارف، لا انت بتنكر انه ما فيش حياه بعد الموت وبالتالي دي معتقدات لابد ان تاتي عليها بدليل. سؤالي هنا بقى للاستاذ احمد، ايه الاساس اللي بتعتمد عليه او اي ملحد بيعتمدوا عليه عشان يقولوا اي راي مثلا انه الايمان، بستند ليه انه الايمان افضل او الالحاد افضل، ها عشان اقول انه ده معرفه او دي حقيقه، ايه الاساس اللي بتستند عليه؟ هذكر لكم حاجه كده. افلاطون يا جماعه هو اول من وضع تعريف كلاسيكي للمعرفه، قال لك المعرفه ايه؟ هي اعتقاد صحيح مبرر، صحيح يعني يطابق الواقع. ميري لابسه تيشيرت فوشيا، ده يطابق الواقع قدامكم شايفينه انه تيشيرت فوشيا، اوكي تمام، اعتقاد صحيح ومبرر. مبرر الدليل عليه، انه انتوا شايفيني على البث مع دكتور ادم لابسه الكلام ده، فده مبرر. لكن الحقيقه انه التعريف ده ناقص. الفيلسوف الامريكي ادموند
جيتر سنة 1963 وضح المشاكل المتعلقة بالجستيفاي ترو بيليف اللي هو الجي تي بي، تمام؟ قال لك انه اول حاجة انه ممكن التبرير ده يكون مبني على معرفة صادف انها صحيحة. يعني مثلا ميري قريت في جريدة في احد الجرائد انه الثورة كانت 2011، ده اعتقاد صح، اوكي. السيسي حكم مصر بعد شفيق بثلاث سنين، فانا ربطت مبارك مشي في 2011، طبعا ممكن مواطن امريكي او اجنبي مش ميري يعني، تمام، ومش عارف تفاصيل، ربط انه الثوره 2011 عدى الثلاث سنين اللي هو حجم بس فيفا جه السيسي، فاصبح عندها معرفه انه السيسي حجم في 2014. دي معرفه صحيحه مبرره قريت في جرايد، لكن اللي بنيت عليه غلط، شفيق اصلا ما حكمش، تمام. وبالتالي علشان يحلوا الاشكاليه دي قالوا لا، انه لازم تبقى معرفه صحيحه مبرره زائد ها نو فولس بيليفز، يعني لا عندك بعد دقيقه ماري، بعد دقيقه لا اعتقادات مزيفه دي بعد دقيقه. نعم اوكي، ممكن بس تديني دقيقه زياده عليها بس اشرح الحته دي خليني بس اوكي ممكن تعمل الشير ده اهو. انت قفلت الشير يا دكتور صح؟ لا انت قفلتيه. اوكي ممكن تعمل شير. اهو قالوا انه لازم الجي تي بي دي يبقى ما فيش نو فولس بيليفز، يعني ما استندش على ادله خاطئه زي المثال اللي انا ضربته انه شفيق هو حكم مصر وما حكمش مصر. تاني حاجه بقى قالوا برضو انه ده في اشكال وفي قصور. ليه بقى؟ لانه مش دي اللي بتشكل المعرفه اليوميه بتاعتي، لا تطابق المعرفه اليوميه بتاعتي. وضرب مثال يا جماعه، انه ضرب مثال انه مثلا انا محقق عندي حادثه حصلت، 10 شافوا الواقع وقالوا المجرم ده هو اللي قتل فلان، من ضمن 10 واحد بيكذب، واحد بيكذب، لكن هل انا علشان يعني هوقف التحقيق واقول انه ما قتلش علشان الواحد اللي بيكذب ده؟ الاجابه لا. اذا ممكن يكون عندي معرفه مبرره ويبقى فيها فولس بليف وتبقى اتماشى معاها، لكن مع ذلك يبقى القصور موجود يا جماعه، يبقى القصور موجود. انا هحل القصور ده ازاي؟ هحل القصور في المعرفة دي ازاي؟ نيجي هنا بقى، الحل هو في وجود الله، الإيمان بوجود الله. إيمان بوجود الله لا يبرر لي فقط الحق، الأخلاق أو الخلق الكون أو ده بيبرر لي المعرفة. أصلاً لا يوجد معرفة من أي حاجة هيقولها أستاذ أحمد الحلقات الجاية مبررة بأي شكل من الأشكال في النظرية المعرفية أو نظرية اللي هو الإبستمولوجي، أوكي؟ نظرية المعرفة. كل المعارف اللي هو هيقولها مشكك فيها ولا يمكن تصدقها اصلا. قال لك لو ان الله غير موجود فالمعرفه الحقيقيه الواقعه مستحيله. توفي ممكن بس دقيقه زي ما قلت دقيقه. اعطيتك دقيقه 11 دقيقه. بس اخلص الحجه. طيب اخلص الحجه. يعني هتاخدي بعد دقيقه؟ نص دقيقه، نص دقيقه. قال لك لو ان الله غير موجود فالمعرفه الحقيقيه الواقعه مستحيله ان تستوفي شروطها زي ما انا شرحت. ثاني حاجه، اذا كان الله موجود ككائن كلي العلم يحوي المعرفه الشامله في داخله، فان المعرفه لا اساس حقيقي متاصل في الله. اللي هو فكره اللي هو الانطولوجي بتاعت المعرفه متاصله في الله، وبالتالي فان المعرفه الحقيقيه الواقعيه ليست مستحيله اذا الله موجود. لانه يا جماعه الله لا يعرف شيء بالصدفه، الله كلي العلم، الله لا يعرف شيء بالصدفه. معرفه الله ايكوالز الحقيقه، معرفه الله تساوي الحقيقه، وبالتالي ده الاساس اللي انا ابني عليه معرفتي. ولا يوجد اي تبرير او اي نظرية في المعرفة حتى الآن بتستوفي شروط إنه يبقى عندي حاجة أصلا اسمها معرفة أو حقيقة. يا جماعة تفضل يا أستاذ. 12 دقيقة أخذتي ماري. عزيزي أحمد معك من الآن 10 دقائق ودقيقتين إضافة في حالة أنت تحب تأخذهم أو لا. تفضل. أوكي مفيش مشكلة في الوقت بالنسبة لي. يعني المؤمنون في الحقيقة دائما هم لا يستطيعون أن يتعاملوا مع طرح الملحدين أو وجهة نظر الملحدين، لا يستطيعون أن يرد عليه، لن يستطيعوا، هذا ليس يعني حتى واردا. لذلك هم يعني أولا يبدأون في اختراع إلحاد للملحدين، يستطيعون هم الرد عليه، ومن ثم يبدأون الرد على هذا الإلحاد الافتراضي الذي اخترعوه. يعني المؤمنون لم يكتفوا بإطلاق صفة الملحدين على من لا يؤمن بآلاتهم، لأن هذا الوصف أنا أصر أن هذا الوصف وصف ديني في الأساس، وهو من إبداع المؤمنين من كل الأديان بلغات مختلفة. العرب والمسلمون سموه إلحادا،
وهذا وصف يعني ذميم نوعا ما، يعني يعني حاد عن الصواب. فالمؤمنين لم يكتفوا بأنهم يعني أطلقوا علينا وصف الملحدين، نحن قبلنا هذا، احنا لا نريد أن يعني دائما الملحدين غالبا يعني أغلبهم، أنا واحد منهم، لا أريد الانجرار إلى حوارات جانبية أو ثانوية وعديمة الفائدة أو تافهة. أركز في الموضوع الأساسي. ما هو الموضوع الأساسي؟ الموضوع الأساسي أن هذا الإيمان الأعمى لا يملك أي أدلة، هو إيمان مبني فقط على النقل والنسخ والتكرار عن الأولين، حتى لو كان الأولين هؤلاء عاشوا قبل آلاف السنين. نحن سننقل وننسخ عنهم أيضا مع تعديلات طفيفة بسبب كانت دائما تعديلات قديما بسبب الرواية، لأنها كانت تروى في صورة، هذه الأساطير والخرافات كانت تروى في صورة روايات وقصص من الأجداد إلى الأحفاد، فكانت تروى بتعديلات. أحيانا بعض الجسورين من أبناء هذه العقائد يعني كانوا يعني يرتكبون ما سماه الآخرين بالهرطقة مثلا، يعني يقولوا تعديلات أكثر جرأة. هذه التعديلات كانت حتى تخرجهم من الدين عند أهلهم، ويطلق عليهم أيضا أوصاف أخرى، أديان أخرى، يعني مثل الفرق ما بين اليهودية والمسيحية والإسلام، أو حتى الفرق ما بين الكاثوليكية والبروتستانتية وبين الأرثوذكسية مثلا، أو بين السنة والشيعة وما إلى ذلك. لكن كانوا دائما في نفس الصندوق، هم دائما في نفس الإطار هذه القصص، هم دائما تحت مظلة هذه القصص القديمة التي يعود عمرها إلى آلاف السنين في الماضي. فهم لا يستطيعون نقاشهم الحديث في الحقيقة، وأن لهم ذلك، يعني أن يستطيعوا، يعني ليس كلامهم هو عبارة عن خرافات بائسة ومتوارثة. كيف يستطيعون بحق الشيطان إقناع الناس بهذه الخرافات البائسة المتوارثة؟ لن يستطيعوا فعل ذلك قبل أن يصنعوا للملحدين، الذين هم، أنا أصر على أنهم هم من سموهم ملحدين، يعني يصنعوا لهم تصورا معين ويبدأون الرد عليه، يقولون لهم أنتم أيضا أصحاب دين اسمه الإلحاد، تعالوا نثبت لكم أنكم أصحاب دين اسمه الإلحاد، تعالوا نضيع وقتنا ووقت الجمهور في أن نثبت لكم أنكم أصحاب دين اسمه الإلحاد، هيا بنا. هذا جيد، هذا يروخ للمؤمنين. لماذا؟ لأنه يأخذهم بعيدا عن المطلوب منهم، وهو أدلة ببساطة شديدة. أنتم تقدمون فرضية، يعني فرضية لتفسير الوجود، هذه الفرضية يجب أن تكون مدعومة بأدلة علمية. إذا لم تكن مدعومة بأدلة علمية فنحن سنرفضها، وسمونا ملحدين، سمونا شياطين، سمونا أي تسمية أخرى، هذا غير مهم، سمونا نورمال، طبيعيين، أذكياء، سمونا ما تشاءون، يعني هذا ليس مهما. كل القضية هي أننا نرفض هذه الفرضية في تفسير الوجود لأنها غير علمية فقط لا غير. سمونا علماء، سمونا كما تحبون، لكن لا تضيعي وقتنا مالي في أن تعطينا محاضرة عن أن الملحدين أصحاب عقيدة أو أن الحد دين، هذا ليس موضوعنا، هذا مصادرة على المطلوب، هذا هروب للأمام من الخبرة في النقاش مع المؤمنين وإدارة المناظرات. ها أنت تتبعين استراتيجية جريئة للهروب، لكنها للأسف لن تساعدك. نحتاج منك إلى أدلة علمية على وجود الرب، سواء كان هذا الرب هو يسوع أو أي رب آخر فقط لا غير. بدون أدلة علمية اعتقادي غير مقبول. أنتم تقدمون فرضية تفسر الحياة، يجب أن تكون هذه الفرضية تفسر الوجود، يجب أن تكون هذه الفرضية مدعومة بأدلة علمية فقط حتى يتم احترامها. ما لم تقدم أدلة علمية هي فرضية غير محترمة، لا لا لا, لا غير محترمة، لا تستحق عناء الرد عليها. إذا كنت تسمين هذا إلحادا أو عقيدة الإلحاد أو دي الإلحاد، هذا أمر يعود إليك، لا يعنيني فقط نهائيا. بالنسبة ما الأساس الذي بتقول، ما الأساس الذي تعتمد عليه لكي تقول أي رأي؟ أنا شخصيا لا أحب أن أقول أي رأي من عندي، أحب أن تكون آرائي مدعومة
مدعومة بالعلم، غير مطلوب مني أن يكون لي رأي في كل حاجة، غير مطلوب أن يكون لي رأي في كل حاجة، يجب أن يكون رأيي نابع من علمي بما أقول، أعتمد العلم. ففي تخصص لا أعرف عنه شيئا كما هو شأن كل التخصصات العلمية، أنا لا أعود إلى العلماء، أذهب إلى أسألهم، أقرأ لهم حتى أفهم. إذا استطعت تكوين رأي أو نقل رأي عنهم كان بها، إلا ما استطعت فأنا أسكت، أقول لا أعرف. لكن أنا لا أبني رأي على أوهام، لا أبني رأي على أوهام كما يفعل الإيمان. الإيمان هو الذي يبني على الأوهام، يبنى على الأوهام. تقول الإيمان بوجود الله يبرر المعارف، أنا لا أفهم هذا الكلام، أنا لا أفهم هذا الكلام. أن يكون الإيمان بوجود أي شيء يبرر المعرفة، الله بالنسبة لي مجرد فرضية لا تدعمها الأدلة. لا أدري كيف الإيمان بفرضية لا تدعمها أي أدلة يبرر المعرفة، أنا لا أدري كيف فعلتها. كان نحن نستطيع أن نقول ما نشاء من الكلام، لأن الكلام سهل جدا، لكن الكلام لكي يحظى بالاحترام يجب أن يكون كلاما منضبطا. هذا كلام غير منضبط، الإيمان بوجود الله يبرر المعرفة هذا كلام غير منضبط. كما بالضبط كما لو قلت أن الإيمان بكوكو واوا يبرر المعرفة، الإيمان بكوكو واوا إيمان طفولي سيبقى طفوليا إلى الأبد. أنا انتهيت يعني. بعد في عندك 4 دقائق أحمد. لا مشكلة، تبرعت بيهم لميري، هي خدت 2 منهم، عندها 2 تانيين عشان المداخلة اللي بعدها. تمام، يعني انت اذا انا كريم في الوقت مع خصومي. تمام، بس يعني على اي حال انا لازم اقول لك يعني حتى تعرف انه انت في عندك 4 دقائق، اذا انت تتخلى عنها هذا شيء يعود لك، ما فيش اشكال. خلينا ندخل اذا بالمداخله الثانيه. بالنسبه على الشات، الناس بيقولوا انه انتبه للشات. لا، انا مش هنتبه للشات، لانه المناظرين اتفقوا على انه ما نمسح ولا تعليق، اي تعليق يكتب. لو في تعليقات مسيئه، تعليق مسيء لشخصك انا همسحه، لكن تعليق مسيء لفكرك حيبقى مثل ما هو، هذا اللي اتفقنا عليه. ماشي، تمام. اذا كان تعليق مسيء للشخص انا امسحه، لكن تعليق مسيء للفكر حيبقى ويقرون الناس، ما فيش اشكال. طيب، هذا ما اتفقتم. وتفضلي، معك 10 دقائق. ماري قال لك انه الروايات الدينيه المسيحيه نقل عن الاولين، زي ما قال كريستوفر هيتشنز، قال لك ما يعني يعطى بدون دليل ينقد بدون دليل، بدون دليل يعني مش مستعده. ده غير اصلا انه في باحثين كتير قالوا انه حتى الديانه الكونفوشيوسيه والزرادشتيه وكل الديانات دي اصلا نقلت من المسيحيه بعد انتشار المسيحيه في الهند والصين وكل الكلام ده، تمام اصلا يعني. ده بالنسبة للروايات والقصص. طيب، خرافات بائسة، انت بتقولي تعالي نثبت لكم انه الالحاد دين. لو حضرتك انكرت حاجة من الاربعة دول، اذا انا بقول انا بلاقي انت هتبقى حالة خاصة بين اللادينيين. هل انت بتقول انه افكارك دي ليست عقلانية؟ هل انت بتقول انه افكارك دي انت متحكم فيها وعندك ارادة ان انت تبقى ملحد، ولا الادلة قادتك لكده؟ هل المعتقد بتاعك او الالحاد بتاعك ممكن يقبل وجود الله وممكن يقبل عبادته ويبقى كله صح والاسلام صح والمسيحيه صح، ولا بتقول لا ايماني ده ينقض كل ما عداه؟ هل انت موقفك ده مش مبني على دليل؟ كل ده تعريف المعتقد يا استاذ احمد. انت عندك معتقد، عندك معتقد ما هو الا مجموعه افكار. لماذا تريدون ان تتنصلون من عقائدكم وافكاركم ثم يعني تضجون بها في قنواتكم؟ يعني نلتزم، انت التزم بمواقفك، ولازم ايضا تعطي الادله على انه الالحاد اصلح للبشريه. عنوان المناظره يا استاذ احمد، انت بتقول هاتي ادله علميه على وجود الرب. عنوان المناظره مش وجود الرب، عنوان المناظره الايمان والالحاد وما هو اصلح للبشريه. فانا في عمق الموضوع وفي صلب الموضوع، انا بعرف يعني ايمان وبعرف يعني الحاد، تمام. بتقول انا لا افهم هذا الكلام، الله فرضيه لا تدعمها الادله. وأدلتك العلم، طب ما في حاجات في العلم ها
معتقدات برضو، معتقدات بديهية، يعني مثلا 2 زائد 2 بيساوي 4، ده معتقد بديهي. هل في دليل عليه؟ لا. السببية، هل العلم يفسر السببية؟ لا، ده العلم مبني على السببية، ومبني على مبدأ تاني اسمه مبدأ النمطية، ان احنا عندنا توجه ان مسببات الماضي ممكن تبقى مسببات الحاضر. لو لقيت حاجة منحوتة هتقول اه، بما انه في ناس زمان نحتت عندنا منحوتات زمان، يبقى اذا في عنصر بشري هو اللي نحت للتمثال ده، مش بفعل عوامل الطبيعه وبتاع. مبدا اسمه النمطيه ومبدا السببيه، والعلم مبني على فلسفه. حتى نيتشه الملحد يقول لك انه الايمان الميتافيزيقي هو اساس العلم، وانه لابد للعلم ان تكون له فرضيات ويكون مبني على ايمان. ده نيتشه اللي بيقول كده، لازم يعني العلم يبنى على ايمان وعلى فرضيات مسبقه حتى يكون له حقا في الوجود. ده نيتشه اللي بيقول الكلام ده، مش ميري يوسف. كيف اذا العلم ايضا مبني على ايمان؟ انت بتقول الايمان بكون قوه، لا انا بقول لك ايمان، عندي ايمان باله من ايام موسى والتوراه اللي عملت ثوره في العالم القديم. انت بتقول نقلنا، احنا اللي نقلنا؟ لا، زمان يا استاذ احمد، يعني مثلا عندك في كتاب ما بين النهرين لتورن، و يعني ممكن اجيب لك المصادر، قالوا انه الضمير اصلا، فكره الضمير الانساني، عارف انت اللي هو فكره حقوق الانسان والضمير الانساني، دي ما كانتش موجوده اصلا في المجتمع. دي الظاهره دي جت بفضل التوراه اللي خلت الاخلاق متمثله في شخص الله وليس متمثله في النظام الاجتماعي. يعني كان مثلا انه العاهره تترك المعبد وتترك الزنا وتترك المعبد، ده كان غير اخلاقي. ليه؟ لانه هتسبب فوضى في المجتمع، ده الدور اللي رسمه لك المجتمع فاستمر فيه. لكن الاخلاق اللي قدمتها التوراة كانت بالنسبه للباحثين ثوره في العالم القديم، ثوره في العالم القديم. خليه بقى انه بيقول انا ما افهمش يعني ايه المعرفه اللي هو انه ممكن تعمل شيء يا دكتور. دي الحجه يا جماعه، احنا قلنا انه المعرفه لا تبرر الا اذا هناك معتقدات صحيحة. لكن اكتشفنا انه احنا في كل حياتنا مفيش معتقدات صحيحة تبرر بشكل نهائي المعرفة بتاعتنا. يعني حتى انت بتقول انا هرجع للعلم، تقول لي هرجع للعلم، هترجع لمين؟ عندي مثالين للعلماء. عالم في الرياضيات اسمه جون لينوكس، ده مؤمن ومسيحي، عالم رياضيات فز. وعندك ريتشارد دوكنز. انا علم؟ العلم لا يقول شيء يا استاذي، العلماء هم من يقولون، وفرضياتهم المسبقة الإيمانية هي من تخلق شكلا من العلم، قد يكون حقيقي وقد يكون زائف، تمام؟ لكن هنا أنا عندي أنه الله كمصدر للمعرفة، لأنه كلي المعرفة يعرف كل شيء، لا يعرف شيء عن طريق الصدفة، تمام؟ إذا معرفة تسمى إكس ستكون صحيحة، وعلم الله لها أنه صحيح سيكون مترادفان، لأن معرفة الله حتما صحيحة. إذا علم الله سيكون في حد ذاته اعتقاد مبرر بشكل نهائي للمعرفة بتاعتنا. طيب خليني برضو أعرض عليك إشكالية، أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة وبقول ليه معرفة وليه؟ لأن حضرتك عندك ملحدين بيشككوا في الوجود أصلا اللي احنا عايشينه، بيشككوا في الواقع، وده عدد كبير لا بأس به حتى بره، يعني في مصر وبره، وحجج فلسفية تقدم تشكك في الواقع الموضوعي وتشكك في الوجود. ابرز امثله مثلا ديفيد هيوم مثلا كاسم يعني، وفلاسفه هنود. انا عاوز اسال دلوقتي سؤال استاذ احمد، ايه خليني احط الوقت مثلا. خليني احط الوقت لحظه، لان انا وقفت الوقت، تفضلي. ايه اللي يضمن لك ان احنا مش في ماتريكس زي ما بيقول، او سيموليشن، حد بيلعب بينا، احنا مجرد في فيديو جيم بلاي ستيشن وحد بيلعب بينا وبيتهيأ لنا ان احنا عندنا وعي ومعرفه ومعتقدات وبتاع، ايه اللي يضمن لك فعلا؟ فده اللي بيخليني اقول كده. خلينا بقى ندخل في صلب الموضوع، ليه الايمان ها اصلح للبشريه؟ اول حاجه مع المعنى، كل الملحدين بيقول لك انه مفيش معنى للحياه، كل الملحدين يقول لك مفيش معنى، طالما مفيش اله مفيش مخطط مفيش خطه، ما وجدنا عن طريق الصدفه من خلال التطور، ف بيقول لك مفيش معنى. ده مثلا اللي بياكده دوكنز في كتابه ريفر اوت اوف ايدن صفحه 133، بيقول في عالم من القوى الفيزيائيه العمياء والتقاصر الجيني سيتأذى بعض الناس، وسيكون هناك آخرون محظوظين، ولن تجد نظام ولا سبب ولا عدالة، إن الكون الذي نلاحظه له بالضبط نفس الخصائص التي يجب أن نتوقعها كما لو كنا في القاع، لا تصميم ولا غرض ولا شر ولا خير ولا شيء
سوى اللامبالاه العديمه عمياء عديمه الرحم. تمام؟ ها، فلا يوجد الا الدي ان ايه، ها، ونحن نرقص على موسيقى. مفيش غير الدي ان ايه واحنا بمجرد بنرقص على الموسيقى بتاعته والجينات بتاعته. تمام؟ وده اللي خلى الحقيقه الاختزاليه دي الشديده البغيضه للانسان، خلت واحد زي جيمس ريتشاردز في كتابه Created from Animals The Moral Implications of Darwinism، يعني الاثار الاخلاقيه للداروينيه، في صفحه 186 بيتكلم عن المعاقين عقليا يا استاذ احمد. بيقول ايه؟ ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبيعي وفقا للمذهب الذي ندرسه اللي هو الداروينيه اللي حضرتك بتبشر بيه، ها، الذي ندرسه اي الداروينيه، هو ان وضعهم عن المعاقين عقليا هم مجرد حيوانات، وربما ينبغي ان نستمر في ذلك لنستنتج انه يمكن استخدامهم، ها، كما نستخدم الحيوانات غير البشريه ربما كمواضيع اختباريه او كغذاء، ممكن ناكلهم او يبقوا فئران تجاري. ده المعنى اللي وصل الالحاد، هو ده المعنى اللي وصل بينا الالحاد. وفعلا نيتشه، ها، امن انه القرن العشرين هيكون اكثر دمويه بسبب بعد دقيقه يا ماري، بسبب موت الاله. وفعلا تم قتل 100 مليون على ايد ستالين، بول بوت قتل ثلث سكان كمبوديا، هتلر والافران الغاز. تمام؟ لكن المعنى عند المؤمنين هو الصلاح الذي يؤدي الى حب البشريه، وده اللي موجود في لوقا 10:27، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، ها، وشرح يسوع، وتحب قريبك كنفسك. وشرح يسوع مثال السامري انه القريب هو كل الجنس البشري، مش بس عرق او دين متفوق او لا لا لا، كل الجنس البشري هم احبائك وهم اخوتك. تفضل. شكرا، شكرا ماري لالتزامك بالوقت، هذه المداخله اشكرك. خلينا نعطي الوقت الان لصديقنا احمد، معك 10 دقائق عزيزي احمد، تفضل قدم ماده. بس خلي اكرر مره ثانيه، رجاء ماري، ما فيش فيديوهات، ما تحطي فيديوهات، لانه ممكن اليوتيوب ايضا يعني يمسح الحلقه مره، انا عندي مره صار هي المساله بدون فيديو. حطي اي شيء تحبي لكن مش فيديو، وخاصه ناس يعني مثل اللي حطيتيه، يعني ما يعني لنا اوكي. تفضل. انا يا جماعه بتكلم عن الفكر، تعليق، انا ما عنديش تعليق. نعم، تفضل تفضل عزيزي احمد. بالنسبه للاخوه المتدينين، يعني كتير منهم، يعني لاحظت في الحوارات بتاعتهم، يعني هم بيفترضوا ان احنا بنقدس المشايخ، مشايخ الالحاد، يعني نيتشه مثلا. انا مالي ومال نيتشه، انا مالي ومال نيتشه. ممكن يكون ملحد ما قراش كتاب واحد ولا كلمه واحده لنيتشه، ولا يعني نيتشه، ولا يفهم نيتشه، ولا يحب نيتشه، ما المشكله. مشكله اخرى انهم ايضا يتصيدون لبعض العلماء او بعض الاشخاص الملحدين والكتاب الملحدين المؤلفين وهكذا، ويجتزئون النصوص. ليه؟ يعني يحاولوا ان يقولوا ما يعني الالحاد شيء بشع جدا، انظروا ماذا يقولون، انهم يدعون الى اكل الاطفال احياء. لكن بغض النظر ان الاقتباس فاسد اصلا واجتزاء، وهو نقل غير امين في الحقيقه، لكن ايضا هو يتغاضى او يتجاهل نقطه مهمه جدا، وانه لا يعنيني ما يقول الاخرين. انا ادافع عن رايي في دينك، هو رأي لا يستند إلى أدلة فقط لغير، هو لا يستند إلى دليل. وأنا ليس لدي موقف مسبق من إلهك بالمناسبة، لا إلهك ولا غيره من آلهة، يعني أنا ليس لدي أنا لن يضرني شيء الإيمان به إذا قدم بأدلة. بالعكس، أنا مثلك تماماً، أتوق إلى الخلود، أتمنى أن يكون هناك من يدعمني، يقف بجانبي في هذه الحياة التي نتفق جميعاً أنها تحدي بالنسبة للأحياء. أنا أحب هذا، أنا أتمنى هذا. في الحقيقة كلنا منحازون عند البحث إلى منحازون إلى إثبات وجود الإله. يعني نحن عندما نبحث نحن تحت ضغط الانحياز إلى فكرة الإله وليس ضده. المؤمنون منحازون بالكامل لهذه الفكرة. طبعا نحن أيضا عند البحث نكون تحت ضغط الانحياز، نحب أن نريد أن نتخلص من الانحياز إلى فكرة وجود الإله أصلا، لأننا ضعفاء جدا في هذا العالم، فنحن نتوق إلى الإيمان بإله، لكننا لا نجد أي أدلة على كل هذه الآلهة.
وأنا مصدوم جدا من ذكرك لأن التوراة غيرت العالم القديم. هذه ليست حقيقة أخلاقية وتورطها، هذه ليست حقيقة. العالم القديم كانت لديه أخلاق أكثر تقدمية من أخلاق التوراة بكثير، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة. وأنا يعني هنا لن يعني أستطرد كثيرا في الحديث عن هذا الموضوع، يكفي فقط أن تطرعي على ما نقل إلينا من الحضارة المصرية عن المرأة أو الحضارة الآشورية والبابلية. وعلى كل الأحوال أنا لم أرى في حياتي من يحتقر المرأة أكثر من إله العهد القديم، وهو احتقرها وسلعها ونجسها وتجاهلها بشكل يعني مقرف، بشكل بالنسبة لي أعتبره مقرف جدا. أيضا لا تحدثين عن أخلاق العهد القديم أو الأخلاق الثورية للتوراة، لأنها إله العقل العهد القديم لم يكن فقط يعني يتجاهل أو يتغاضى عن أبطاله وجرائمهم مثل داود يعني أخلاقه التي توصف الآن بالسيكوباتية. يعني هو الآن لو جئنا نشخص داود طبقا لمعايير العالم العصري سوف يتحدث العالم عن شخص سيكوباتي، شخص يطمع في امرأة رجل آخر لأنه رآها فوق السطوح فأراد أن يأخذها منه. فأتى أولا اغتصبها ثم حملت منه فأراد تصفية زوجها وحمله رسالة قتله بنفسه، قال أخذ هذه الرسالة إلى فلان وهذه الرسالة مكتوب فيها اقتلوه وتخلص منه فعلا وتستبشر عندما جاءه خبر. فهذا الشخص مجرم سيكوباتي بمعايير العصر الحديث، هو مجرم سيكوباتي. لن تتصدر صوره نشرات الأخبار، لن تتحدث عنه الجرائد كبطل، لكن الله في العهد القديم يتحدث عنه كبطل ويقول أنه على قلب الرب وموجود لحد الآن. نحن نقرأ عن سيرة هذا السيكوباتي، نحن مضطرين إلى القراءة في العهد القديم والإيمان بأن هذا الرجل جيد، هذا السيكوباتي نحن مضطرين أنه جيد. لكن إله العهد القديم ليس فقط يتجاهل ويتغاضى عن جرائم أحبابه مثل داود، لا، ده هو يأمر شخصيا بارتكاب الجرائم ويأمر حتى بقتل الأطفال. إلى كيف كانت أخلاق العالم القديم التي غيرتها هذه التوراة ميري؟ هل كانوا يطبخون الأطفال؟ هل كانوا يطبخون الأطفال ويأكلونها للتغذية يعني؟ ليس هناك أبدا مستوى من الانحراف انجرفت له البشرية أسوأ مما في العهد القديم. أنا لا أعرف أن البشرية فعلت أسوأ مما فعلها، حتى القرابين البشرية نجد التوراة تمجد شخص ما بين قوسين أهبل لأنه الله أمر بأن يذبح ابنه. أتمنى بس يعني الإساءة للمقدسات أراد أن يذبح ابنه. فهذا الرجل الذي أراد أن يذبح ابنه هو رجل الآن يعني ينتسب إليه المسلمون واليهود والمسيحيون، الحاج إبراهيم. الحاج إبراهيم هذا كان شاطرا، كان فالحا، كان ناجحا، كان بطلا لأنه أراد أن يذبح ابنه. فإلى أي مستوى تأخذنا التوراة؟ إذا كانت التوراة ساهمت في تغيير العالم القديم فهي غيرته إلى الأسوأ للأسف، وما زلنا حتى الآن ندفع تعاليم هذا الكتاب لا سيما من خلال استنساخ محمد ليهوه وتعاليمه وشريعته وبناء ما يسمى ما سمي بالإسلام بعد ذلك، وأصبح أيقونة الإرهاب في العالم. أنا انتهت مداخلتي. في عندك بعد 3 دقائق يعني دعهم لميري، هي تحتاج إليه. بس يعني أطلب منك طلب رجاء أخي أحمد، إذا ممكن يعني تأخذ مصطلحات أخرى، يعني ممكن لأنه ماري تنزعج من هذه المصطلحات، أنت تعرف. لا. بالنسبة لها ماري يعني تعرف من سنوات طويلة وهي تنزعج، ولكن إذا ممكن يعني تستخدم أنا يعني أنا لا تغير، تعرف أيضا أنني لا أتغير أبدا،
والناس نعم، المصابين بس يعني طبعا يوجد مصطلحات أخرى تختار تستخدمها؟ يوجد، تعرفين ماري أنه توجد مصطلحات أخرى وأنا أحب هذه المصطلحات، تعرفين هذا فقط تمام. للذوق العام يعني، احنا في اخطاء ذوق، لازم. تعلمين أنني قليل الذوق مع ياهو يعني، ليست جديدة علي، لا تكتشفين هذا الآن يعني، أنت تعلمين هذا بالضبط. طيب خذي 10 دقائق ماري، عندك 10 دقائق مداخلة ثالثة ابتدأت من الآن، تفضلي. الحقيقة مش أنا اللي بقول إنه التوراة غيرت العالم القديم، دول الباحثين اللي بحثوا في الأديان القديمة والعالم القديم، زي مثلا كتاب الحياة اليومية في بلاد ما بين النهرين القديمة لجان بوتيرو، قال لك كانت فكرة الكتاب المقدس عن الأخلاق ثورية بالنسبة لكيفية رؤية العالم القديم للصواب والخطأ، زي فكرة الذنب الشخصي والنزاهة، وإنه الأخلاق تكمن في شخصية الله وليس في زي ما قلت السوشيال أوردر أو الترتيب الاجتماعي اللي كان موجود. وضربت مثل بالعاهرة لأنه ما ينفعش إنه من الخطأ أنها تسيب المهنة بتاعتها في المعابد الوثنية. كمان برضو بيقول نفس الكتاب انه لم يكن لدى في كتاب بقى في كتاب تاني لكارل فان دير تورن، كتاب Family Religion in Babylonia وسوريا وإسرائيل، بيقول انه لم يكن لدى البابليين تقليد تأملي، وكان لديهم القليل من الإحساس بالداخلية، فكرة الشعور بالذنب الداخلي وبتاع، لا، ولم يتم اختراع الذاتية بعد، انه الشخص يحس بنفسه بتاع تمام، كانت الشخصية مجرد دور اجتماعي أو الهوية الفردية مجرد دور اجتماعي تمام، وإنه فضلوا مفهوم الشخصية الشخص كشخصية كان بيتماشى مع أولوية العار على الذنب، يعني فكرة أن أنا أحس بالعار إن الناس تشوفني بعمل الخطية وبتاع على فكرة الذنب الشخصي. وهنا نقول إنه حقوق الإنسان مبنية على فكرة الضمير، إن أنا أحس إنه أنا عملت حاجة غلط، مش زي المجتمعات المنافقة ليه منحطة، مجتمعاتنا الشرقية ليه منحطة في حقوق الإنسان يا أستاذ أحمد؟ لأن رجعنا تاني للأديان الوثنية بتاعت البابليين وبتاع، ها؟ اللي أصبح الخطأ بتاعنا مرتبط بالعار، إن الواحد يشوفك بترتكب الخطية. تمام؟ ده اللي موجود دلوقتي في مجتمعاتنا، لكن التوراة غيرت كل ده. كان مفهوم العار على الذنب والشرف على احترام الذات والنجاح على النزاهة. تمام؟ كل دي حاجات ثورية قام بيها التوراة والكتاب المقدس. تمام؟ كذلك برضو في كتاب جون اتش والتون لنير، كتاب اسمه Near Eastern Thought and the Old Testament، قال إن معرفة التوراة خلقت وضعا مختلفا تماما يتعلق بوعيهم بالجريمة وقدرتهم على الاعتراف بها. لذلك كان في طقس الاعتراف حتى بزمان، لما كان أيام يشوع كان في فكرة الاعتراف. فكرة الاعتراف بتربي إيه؟ بتربي إن أنت تحاسب ذاتك على الجريمة قبل أن يحاسبك المجتمع والمحاكم، لأن في إله يراقب يا أستاذ أحمد، في إله صالح صارم أخلاقيا يراقب الشخص سواء المجتمع أو القانون وجهني بجرائمي أو لا. ده كلام الباحثين. بالنسبة لإبراهيم، ليه ما تقولش إنه موضوع إسحاق ده كان بيعلم الناس أو كان بيدي مثال لبيئة مليئة بتقديم القرابين، كان بيعلمهم لا يا جماعة بلاش تقتلوا ولادكم، اقتلوا القرابين اللي هي الحيوانات، لأنه ربنا في الوقت ده نزل لهم اللي هو الخروف، صح ولا لأ؟ تمام؟ فقال لهم لا يا جماعة بلاش ترموا ولادكم، لأ، اعملوا الذبائح حيوانية بديلة لذبح الأبناء وذبح الأباء البكري، لأنه كان زمان في الديانات الكنعانية كان في هذه القرابين. ليه ربنا ما تقولش إنه ربنا قدم القصة دي للناس في الوقت ده بالأسلوب البسيط ده اللي يفهموه يا أستاذ أحمد؟ زمان كان الوعي مختلف، فبتتكلم في 4000 سنة. ليه ما ردتش على موضوع المعنى؟ إنه لا معنى للإلحاد. أنا إزاي هقدم فكر؟ موضوع المناظرة مش وجود الله، صدقني، موضوع المناظرة إيه الأصلح؟ الأصلح لازم يبنى على حاجة، إيه المعنى اللي يخلي الإلحاد يفيد البشرية؟ تمام؟ المعنى ده شيء ضروري جدا في حياة الإنسان. أوكي؟ بدونه الإنسان بيكتئب، ودينا بنشوف الملحدين يعني بينتحروا وبيكتئبوا بسبب غياب المعنى في حياتهم. اوكي؟ طيب، فيما يتعلق بقى بالمرأة، قعدت تقول كلام كتير عن المرأة وانه الكتاب المقدس احتقر المرأة وبتاع. طب تعالى كده، في مؤرخ انجليزي في عصر التنوير، راجل كان ملحد اسمه ويست مارك، ادوارد الكسندر ويست مارك، كان فيلسوف وعالم اجتماع. تمام؟ قال لك انه
المسيحيه رجعت كرامه الزواج للمراه مره اخرى، رجعت كرامه الزواج. وقال مش كده بس، قال لك انه كان زمان الزنا يا استاذ احمد انه الراجل بيخون مراته، الراجل يخون مراته وبالتالي يعتبر زاني، لكن قصدي المراه لما تخون جوزها تعتبر زنا. لكن بالعكس تقديس الزواج قال لك كده، ويست مارك قال لك انه كان السبب انه ارجع الفضل للكنيسه، الكنيسه هي كانت السبب ان هي ساوت خطيه الزنا. اصبح الرجل لما بيغلط يعتبر زاني، الست تغلط الرجل زي المراه بالظبط في موضوع الزنا، وده ادى الى قداسه الزواج، مش مجرد انه الرجل يعمل اللي هو عاوزه زي الافكار الشرقيه بتاعتنا، افكار وثنيه الحاديه اصلا يعني. اوكي طيب، كمان في السياق ده يعني السياق بتاع الدوله الرومانيه، الكنيسه الناس اصلا اللي كانوا بيرفضوا في الدوله الرومانيه المسيحيه كانوا بيتهموها بايه؟ قال لك انه هي ديانه المراه، كانت المراه بتعتنق المسيحيه بسهوله جدا لانه رجعت كرامه الزواج وخلت الرجل ما يتجوزش عليها، ما يتجوزش عليها ويلعب بديله ويتجوز اتنين تلاته ويقرفها. كمان كان في حاله من الفجور الجنسي والاختلاط، حتى تاسيتوس قال لك انه ده مؤرخ روماني قال لك انه ان انت تجد امراه واحده عفيفه يعني ده شيء نادر ومستحيل، يعني ظاهره يعني تعتبر فينومينا لو لقيت زوجه واحده عفيفه، ده كان مؤرخ في القرن الثاني. تمام، فكانت الدنيا يعني سيئه جدا. بالنسبه بقى للمراه، المراه ساهمت في كانت ساهمت في انتشار الدين، ساهمت في قياده الدين، كان عندها يعني بحسب ادولف هانرك في الكتاب بتاعه في اللي هو تقريبا ايرلي كريستيان دوكترين، بيقول في صفحه 307 وي مي سيفلي اسيوم تو ذات وومن ديد بلاي ا ليدنج رول ان ذا سبريد اوف ذيس ريليجن، يعني المراه لعبت دور قيادي، المراه كانت شمامسه. يعني اسمع مثلا الرساله بتاعت بيلين الصغير لما كان بيعذب اتنين شمامسه كانوا من النساء، فالمراه لعبت دور كبير جدا. كمان كان في نظام اسمه العذاره الارامل، عذاره الارامل دول يا استاذ احمد كانت الارمله متجوزه واحد وثني وكانت جوزها ده مات، طبقه كده رابعه كانت بتتجوزوا رجاله اغنياء وبيموتوا بيفضلوا بقى يعني ما بيلاقوش زوج مناسب، فكانوا بيفضلوا عذاره، بيفضلوا عذاره. وذلك مثلا رساله اغناطيوس لاهل سميرنا ذكر مجموعه من العذاره الارامل كانوا بيتساوى، يعني ترتليان مثلا في احد الرسائل بتاعته ساوى الارامل دي مع الاطباء. يعني مثلا خليني كده اجيب لك الكلام بتاعه، قال لك اهو بيقول لك ماذا لو سقط شهيدا او لو كان معلما شهيد، معلم طبيب او عذراء او ارمله، قال لك لو دول سقطوا يعني فهل دول يعني هيغروا المسيحيه او هيسقطوا المسيحيه؟ فذكر مع الاطباء والمعلمين والشهداء الارامل والعذاره، الارامل والعذاره كانت الارامل والنساء كانت بتقود او بتعول الارامل دي بدل ما يتجوزوا. يعني مثلا في الديانه الثانيه يقول لك انكحوا ما طاب لكم، انما لا كانت الكنيسه وكانت الارامل اللي معاهم فلوس شويه كانوا بيرعوا الارامل دي وبيوفروا لهم حياه، وكانوا ايضا بيعلموا الناس ويجتمعوا. كذلك كان في واحده اسمها جافيا وكيريا المختاره اللي موجوده في رساله يوحنا، يعني ده في الانجيل في الكتاب المقدس، كانوا قائدات للكنيسه وكانوا بيعملوا كنايس في البيوت بتاعتهم. فده بالنسبه للمراه، يعني كلامك بخصوص المراه بصراحه في المسيحيه. في عندك يعني بعد دقيقه ماري. نعم بعد دقيقه. فبالنسبه بقى يعني طب خلاص المداخله الجايه عندك دقيقه، ما هو مش هتكفي. خلاص اوكي، اذا نخليها للمداخله الجايه. خليها لي المداخله الجايه، ما سيدي فاضل المداخله الجايه اضيف لك هي في المداخله الجايه، ما فيش اشكال. المداخله الثالثه لصديقنا احمد، تفضل عزيزي احمد، معك 10 دقائق من الان. انا لما تكلمت عن اخلاق التوراة كنت برد على الاستاذة ميري او ماري، يعني كانت بترد، كنت بقول لها ان يعني التوراة ليست فقط
ليس فقط أنها لم تكن ثورة أخلاقية ولا شيء، بل كانت ثورة ضد الأخلاق. وذكرت لها أمثلة هي لم يعني ترد عليها طبعا، وصعب جدا الدفاع عنها في الحقيقة. ليس هناك شيء أسوأ من قتل الجماعي، لا سيما قتل الأطفال، وهذا مدون في التوراة على أنه أوامر ووصايا من الرب، هو مدون على أنه ليس فقط، هو دون مرارا في كروايات تحكى عن أحداث، يعني تسرد وتصف هذه الأحداث دون أي تعليق للرب يعني عليها بالنفي، يعني هو لا يبالي ولا لا يعني شيئا، لا يعلق في نهاية الأحداث عندما يروي قصص فيها إبادة جماعية وقتل وشق بطون حوامل وقتل الجنة وغيرها، ولا يعطي تعليقه، لا يقول يا أيها الناس هذا جريمة، هذا كذا هذا كذا، لا لا لا، لا يعطي أي تعليق خالص، هو لا يهتم بهذا، غير مهتم. لكن ليس هذا فقط، هو يأمر بقتل الأطفال أصلا، ده هو يأمر في ويطلب قتل الأطفال، هذا موجود في العهد القديم. بالنسبة للمرأة، المرأة يعني شبعت من كتر ما الأديان الإبراهيمية يعني تعبت من شدة التكريم. المرأة تعبت من شدة التكريم، الإسلام كرم المرأة والمسيحية كرمت المرأة واليهودية كرمت المرأة تكريما، جعل من المرأة جعل أن وضع المرأة يتحسن طرديا في مجتمعات العالم بقدر ما تتخلى هذه المجتمعات عن يهو في الحقيقة، وهذا ملاحظ جدا، قدر ما يتخلى أي مجتمع عن هذه التعليمات بقدر ما وضع المرأة يتحسن. المرأة هنا في أوروبا عندما كانت الكنيسة تسيطر كانت تعاني من وضع سيء جدا، كانت مجرد تابعة للرجل في الحقيقة، لكن عندما اهتم حصر يهوه في الزاوية هنا في أوروبا المرأة بدأت تتنفس. العجائز هنا في أوروبا يتحدثون عن حياة مختلفة عن الحياة التي يعيشها الشباب الآن، وذلك بفضل النزعة الإلحادية الآن في أوروبا وسيطرة اللادينية بدلا من الكنيسة. وفي الحقيقة أنا عايش في بلد أوروبي ما زال في بقايا هذا الصراع ما بين الكنيسة وما بين اللادينية، بالذات على موضوع المرأة، بالذات على موضوع المرأة. فالمرأة لم تتنفس السعداء إلا بعد، المرأة الأوروبية إلا بعدما تخلت عن هذه التعليمات. فيما يتعلق بالإنجيل والمرأة، ليس فقط إله العهد القديم من كان يكره المرأة، أيضا المسيح كان يكره المرأة، ولا أدري لماذا. في المثل الذي ذكرته أنت ماري الآن، الطلاق في المسيحية، أو النص يقول من يتزوج مطلقة يجعلها تزني أو فإنه يزني، فكأن المشكلة فيها هي في المطلقة. ماذا عن المطلق؟ لم يتحدث عن المطلق، تحدث عن المطلقة وتحدث عن المرأة. لماذا؟ هذا جعل من المرأة مدانة. وحتى الآن للأسف الشديد في المجتمع المسيحي القبطي المصري مثلا، فإن المرأة هي تتحمل عبء البقاء مع رجل لا تحبه، حتى لا توصف بأنها خارجة ومتمردة عن الكنيسة. وهناك يعني أنا لا أريد أن أقول مئات الآلاف من الحالات للنساء لا يستطعن أن يبدأن حياة جديدة، لأن المسيح قال من 2000 سنة من يتزوج مطلقة فإنه يزني، ببساطة شديدة. وهذه إهانة للمرأة وتدمير وإيذاء شديد جدا لها، ويعني عدوان عليها في الحقيقة. من السهل جدا أن نقول إن أدياننا بتدعم المرأة أو بتدعم الحرية أو بتدعم كذا، لكن الأدلة التي بين أيدينا لا تدعم هذا، بالعكس الأدلة التي بين أيدينا، النصوص التي بين أيدينا والتطبيق عبر التاريخ لهذه النصوص يقول العكس، يقول أن يهوه بكافة إصداراته كان عدوا دائما للمرأة، ليس محمد فقط، ليس اليهود فقط، أيضا يسوع كان عدوا للمرأة، الرجل هو سيدها، الرجل هو رأس الكنيسة، المرأة وظيفتها الوحيدة المحمودة في عرف يهوه وإصداراته مختلفة، المرأة المفيدة الوحيدة الجيدة هي المرأة التي تكون خادمة لزوجها.
بالنسبة لموضوع إبراهيم، أنت بتقولي كان بيعطي الناس درس، درس في إيه بقى؟ يعني درس في إنه لو أمرك إلهك بقتل طفلك فيجب أن تقتل طفلك وتمتثل لقتل الإله؟ هذا هو الدرس الذي فهمته، أنه إذا إلهك أمرك أن تقتل طفلك فاذهب اقتله، يمكن أن يكون رحيماً بك، ويعني كما حدث مع إبراهيم في النهاية على آخر لحظة قال له لا اذبح قربان بداله، أو لا، لكن هو حط المبدأ، حط المبدأ إن قتلك لطفلك أمر بديهي إذا أمرك الإله، وهذا غير مقبول، غير مقبول ببساطة. وهذا الإله الذي يأمر بقتل الطفل حتى لو على سبيل لعبة أو الهزار كما فعل يهوى في مزحته الثقيلة مع إبراهيم، هذه ليست مزحة، الأطفال ليسوا مزحة، قتل الأطفال ليس أمرا يمكن أن نمزح فيه أو يستخف الإله دمه فيه، هذا غير مقبول، هذا مرفوض. كل ما يتعلق بعلاقة يهوى ونظرته إلى الأطفال مرفوض الآن في زماننا ومجرد، إن بالأمر بقتلهم بشكل صريح أو في حادثة إبراهيم. فالإله هذا الكتاب أيضا أصلا يجب أن يوضع بعيدا عن أيدي الأطفال، لأنه مضر جدا بنفسيتهم ومضر جدا ب يعني بهم في العموم، يمكن أن يؤدي، لو طفل قرأ العهد القديم وامتثله يمكن أن يصبح مجرم في الحقيقة، ينشأ مجرما، لأن يهوى أصلا كان كذلك، كان مجرما. تفضل يا مولانا. عندك 3 دقائق أحمد. أنا رديت على النقطة اللي هي أحمد اللي تتمنى اسمعي. أتمنى بس تـ 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 يعني تجيب لنا مظاهر كده الثورة الأخلاقية في العهد القديم. عندك 3 دقائق بعد، عندك 3 دقائق. لا لا أنا متنازل عنهم، بس هي ترد على اللي أنا بقوله يعني. تمام، لكن خليه أعمل التايمر 10 دقائق. تفضلي عزيزتي ماري، المداخلة الرابعة معك 10 دقائق، وممكن تردي عليه لأنه هو يعني يطالبك أن تردي على اللي هو طرحه. تفضلي. الوقت بقى ربنا سهل، خليني بس أطرح النقطة الثانية وبعد كده رد على الأستاذ أحمد. المداخلة الرابعة فمفيش وقت. حقوق الإنسان ده المحور الثاني بعد المعنى. طبعا الأستاذ أحمد حرقان لم يرد أنه مفيش معنى في الإلحاد، لم يقدم أي شيء يثبت انه الالحاد صح، هو بس الدين وحش. طب يا عم ماشي الدين وحش، انا ايه اللي انا بقدمه بذيل للناس؟ لم يرد على نقطه المعنى. طيب النقطه الثانيه حقوق الانسان، منين بتيجي حقوق الانسان؟ تسال الملحد كده سؤال، منين بتيجي؟ اول حاجه من الطبيعه، هل من الطبيعه فعلا ممكن ناخد نجيب يبقى عندنا حقوق انسان؟ الحقيقه لا. المحامي الامريكي ألان مورتون ديرتشويتس استاذ القانون في أمريكا بيقول إنه الطبيعة تزدهر بواسطة العنف والافتراس والتطور وبقاء الأصلح، فلا سبيل لاستمداد مفهوم كرامة كل إنسان من الطريقة التي تجري بها الأمور فعلا في الطبيعة. طب العقد الاجتماعي إنه حقوق الإنسان بتفيد المجتمعات وبتاع، ماشي يعني في الآخر قوانين، مجتمع يعني قانون. طب افرض مثلا دولة ديكتاتورية قمعية ما فيهاش حقوق ملحدين، وحقك كملحد ان انت تتقتل، حقك كمثلي ان انت تتربي من فوق شاهق او جبل، هتقدر تثور على انهي اساس؟ اذا كان العقد الاجتماعي هو اله كل مواطن، اذا علي ان يخرس حين يقتل ويجلد، على اي اساس هتثور؟ لذلك احد اللاهوتيين قال لك السائر الشكوكي زي الملحدين اللي احنا بنشوفهم، بثورته على كل شيء فقد الحق في الثورة على أي شيء، عايز يثور على كل حاجة، الإله والحقائق المطلقة والدين وبتاع، فقد الحق أنه يثور على أي حاجة، على أي أساس هتثور؟ ثالث حاجة التجربة الإنسانية. إحنا يا جماعة عملنا تجربة إنسانية بقالنا كام سنة ووصلنا للآخر لإعلان حقوق الإنسان وبتاع، مين قالك أنه التجربة الإنسانية لها قيمة في حد ذاتها؟ أصلا التجربة الإنسانية عشان تبقى صح، كما يقول على فكرة أستاذ الحقوق الملحد مايكل جي بيري رد على النقطة دي في كتابه Toward a Theory of Human Rights، تجاه نظرية لحقوق الإنسان. قال لك إيه؟ قال لك هل كان لدى النازيين تقدير جوهري لمضطهديهم؟ ها؟ إن العلة المبطلة للحجة دي إيه بقى؟ ها؟ إن هي بتفترض إجماع بين البشر عمره ما كان موجود ولا هيبقى موجود. أنت بتقولي نحن مجمعين، مين قال لك إن أنت إحنا مجمعين؟ يعني اللي هو ابو عبده البقال اللي في اخر الشارع ده عنده اجماع، عنده نفس التجربه بتاعتك وموافق انه المثليين يبقى عندهم حقوق،
والملحد ولا بيقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، صح ولا لا؟ بيقول كده. وبالتالي انت بتفترض يعني قاعد كده في التكييف وبتفترض اجماع بشري. الاجماع البشري ده عمره ما كان موجود اصلا. تمام؟ اذا البديل الرابع يا جدعان هو المنطقي، ان احنا لينا حرمه وقدسيه لاننا مخلوقين على صوره الله. حقوقنا وقيمتنا نابعه من اله كامل، اله حق، اله قدير، خلقنا على صورته ومثاله، واودع فينا ها صفاته المقدسه زي الرحمه والكرم والخير. وبالتالي احنا عندنا حقوق لان احنا من الله. والحقيقه بقى الغريب انه في القرن ال 17 كان في اعتقاد انه حقوق الانسان دي جت من القرن ال 17 من الفكر الليبرالي والفلسفي وبتاع. لا يا جدعان، لا، حقوق الانسان بترجع الى القرن الثاني عشر، ها، اثناء سيطره الكنيسه، اثناء سيطره الكنيسه. حقوق الانسان ترجع الى القرن الثاني عشر في مرسوم القانون اللي عمله راهب اسمه جراتيان، عمل قانون له، قانون كنسي، ها، اسمه ديكريتوم جراتيني، اللي اتكتب سنه 1140 ميلاديا. وذكر الكاتب بيريان تيرني الباحث في العصور الوسطى في كتابه The Idea of Natural Rights، فكرة الحقوق الطبيعية، قال لك ان هم عرفوا الحقوق الطبيعية، اول ناس يوصلوا لفكرة الحقوق الطبيعية اللي الاستاذ احمد حرقان بيجي يحتج عليا بيها، المسيحيين هم اللي عملوها. المسيحيين هم اللي عملوها وعرفوها ووصلوا لهذا التعريف، وكانوا بيسموه طبعا عشان كان اللغة اللاتينية اسمها ايوس ناتورالي. ايوس ناتورالي بيقول لك عرفوا الحق الطبيعي ان هو قوة أو قدرة أو ملكة متأصلة في الأشخاص البشريين لكونهم بشر. هم عندهم هذه الحقوق بالطبيعة ومتأصلة فيهم، مش عشان حاجة، مش عشان أمير كتب أو عشان عقد اجتماعي والتخبط اللي الملحدين فيه أصل التجربة، لا، لأنه الحقوق دي متأصلة فيهم، ها، لأنهم بشر مخلوقين على صورة الله ومثاله. هاليلويا. ولذلك يقول المؤرخ كينيث بنتاجون في كتابه The History of Rights in Western Thought، بيقول بحلول عام 1300 ميلادية كان الفقهاء الأوروبيين قد طوروا لغة قوية للحقوق مستمدة من القانون الطبيعي، حددوا فيها حقوق الدفاع عن النفس وحقوق الملكية وحقوق غير المسيحيين، وكانوا إمبراطورية قدروا إن هم يحققوا فيها ويدافعوا عن حقوق غير المسيحيين في 1140 ميلادية. ده المسيحيين اللي هم اللي وصلوا للكلام ده. اذا اول ناس يا جماعه وصلوا الى حقوق الانسان والحقوق الطبيعيه اللي الاستاذ احمد حرقان جاي لي بيها هو راهب، هو الكنيسه. تمام، اوكي، يبقى دي النقطه. اول حاجه المعنى لابد ان يكون متاصلا في الله وفي الايمان. حقوق الانسان مستمده من ان احنا مخلوقين على صوره الله. ولذلك الناس اللي حرروا امريكا من الملكيه قايلين كده، قايلين انه الإيمان هو اللي خلانا نصور على هذا الظلم بتاع الملكية، وإحنا عايزين نبقى جمهورية. أمريكا مبنية على الإيمان إن إحنا مخلوقين على صورة الله، وبالتالي لنا حق وحقوق طبيعية متأصلة فينا كبشر، وليس لأنه فلان الحاكم أصدر أو مجلس الأمن أو مجلس الأمم المتحدة أو whatever. أوكي. القتل الجماعي في التوراة، أنا رديت على نقطة القتل الجماعي في التوراة في حلقة رد على سام جونيور، وذكرت انه لا، انه مثلا زي العماليق ما كانش عبادة جماعية، وفي نفس الكتاب ذكر بعد ما حصلت الحرب بكم اصحاح انه كانوا موجودين وكانوا بيعملوا شغب وحروب وبتاع اللي هم العماليق، وكانوا موجودين في ايام داود وعملوا له مشاكل وخطفوا زوجتين ليه وبتاع. وبالتالي الكتاب المقدس هو كتاب ادبي، ها، كتاب ادبي احيانا يميل الى صيغة المبالغة. كذلك لما مثلا بيقول شعب، واحد التراجم مثلا لما يقول لك بادوه هو وشعبه وبتاع، لا، شعبه دي ترجمة غلط، هي قواته، يعني ممكن تترجم شعبه وتترجم قواته. ولذلك ده تفسير، احد التفسير، انه الكتاب المقدس يميل الى المبالغة الادبية احيانا في الكلام، او قد يقصد الشعب اللي هو القوات او قوم الحاكم. وهنا الكتاب المقدس يشير الى، حتى في يشوع كان يشير الى ايه، الى انه الله يعطي آية للحكومة والملوك ألا يظلموا وألا يضغوا، لأنه يد الله قوية وفوقهم كما يقول سفر يشوع. أوكي،
كانت المرأة تابعة للرجل أثناء سيطرة الكنيسة، تابعة للرجل بحب وإخلاص. كذلك الرجل كان تابعا للمسيح حين أمره: أحبب امرأتك من كل، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. الكتاب المقدس أمر الرجل أن يحب المرأة حبا مضحيا، ممكن أنه يبذل نفسه من أجل هذه المرأة. أنت تقول أنه كانت تابعة للرجل أثناء سيطرة الكنيسة، الآن تابعة للرجل أيضا، ولكن تابعة لجيب الرجل ولنزوات الرجل والإعلانات التجارية التي تستعمل فيها المرأة كسلعة. ها، الإعلانات التجارية اللي بتصور المرأة كسلعة وبضاعة، وبتقولي أوروبا، أوروبا يعرض، النساء تعرض في باترينات في أوروبا، في أحد الدول تعرض في باترينات. شوف نوادي التعري، هذه هي ثمار العلمانية، التعري ونوادي التعري والدعارة المقننة والمواقع الإباحية. ها، كل دي ثمار العلمانية وإزاحة الأخلاق الكتابية اللي قامت عليها الحضارة، واللي عندك هي دقيقة بعد أوروبا تبتعد. ستنهار أوروبا إذا ما استمرت على هذا المنوال، واستمرت العلمانية تنهش في المرأة وتنهش في لحم المرأة. فاضل دقيقة دول 11؟ يا دقيقة عندك يا طب ممكن اخد دقيقة زيادة؟ انا يعني اوكي اخد دقيقة زيادة بس. تمام، إذا يقبل أحمد، يعني إذا هيقبل. هرد بس على المطلقة لأنه بتكلم عن الطلاق، يعني أنا فصول بالموضوع. تفضل. تمام؟ أوكي، خلينا أرد على الطلاق. هم المؤمنين لازم ياخدوا وقت طويل، لما كل اللي حياتهم عباره لا، لان حضرتك ما بتقدمش حاجه، انتوا ما حياتكمش غير كلام وخطب والحاجات دي. انا دايما باخد بدون مداخلات، بدون، لا لا ارجوكم، انا باخد نص وقتي في المداخلات، وكل مؤمن طلع قدامي في اي مناظره بيبقى ميت على الوقت. ليه؟ اطلب منكم رجاء تستثمر وقتك في، انا عملت ميوت للاثنين، ارجوكم بدون مداخلات، يعني ما تصطدموا مع بعض، كل واحد لوحده رجاء، بدون الصدامات. اوكي، ممكن تعمل شير يا دكتور؟ انا حاعطيك دقيقه اخرى. طيب اتكلم بقى على عيوب الطلاق. عمال يقولوا الطلاق الطلاق. طيب تعالوا نشوف كده يا جماعه، الطلاق في كندا في 2009 3 ملايين كندي كانوا على اتصال بزوج سابق او شريك عرفي. ها، 534 ألف تعرضوا لعنف. بص بقى الرقم، 534 ألف منهم تعرضوا لعنف من أزواجهم السابقين. الطلاق يؤدي إلى العنف، الطلاق يؤدي إلى الجريمة. لسه من شهر واحدة مطلقة جوزها راح دبحها. مش كل الناس يعني عادي جدا بالنسبة لها إن هي تمرر علاقة وتنفصل. تمام، كان بقى 534,000 تعرضوا للعنف من أزواجهم السابقين. تمام، دي النسب يا جماعة اللي موجودة، بس عشان الوقت ما يستأنفش. في برضو دراسة تانية عملها في الأردن دكتور اسمه فيصل الخميس، عمل في 12 ولاية في الأردن على مدار 14 سنة، يعني رقم كبير، من 2000 إلى 2013، بعنوان الجريمة والطلاق وهل يمكن أن تؤدي إلى الأخرى. وصل في استنتاجه أن تأثير الطلاق على الجريمة الثابت أكبر من تأثير الجريمة على الطلاق. أوكي؟ إذن يعني بمعنى أن الطلاق يؤدي، خلينا أجيب لكم اللي هو الحتة اللي أنا اللي بيقول فيها الكونكلوجن بتاعته دي، يعني أنه الطلاق يؤثر على الجريمة بمعدل ثابت أكتر من الجريمة تؤثر على الطلاق. يعني مش معنى أن العنف ما بين الزوجين يؤدي للطلاق، لا، ده الطلاق يؤدي إلى جريمة أكبر، الطلاق يؤدي إلى جريمة أكبر، دي في الأردن. تمام؟ كذلك برضو في مكتب اللي هو ذكر اللي هو الاف بي اي، الاف بي اي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزاره العدل في ولايه ويسكونسون في امريكا، قال لك هناك مجموعه من العوامل المعروفه تؤثر على حجم وانواع الجريمة. صار 13 دقيقه، 13 دقيقه اخذت يعني. طيب خلاص كفايه كده، المداخله الرابعه معك عزيزي احمد. أنا ما عنديش مشكلة في الوقت، زي ما قلت لك أنا عارف إن المؤمنين، لا لا، هي مش قصة إن عندك مشكلة ولا لا، المؤمنين بيفضلوا المناظرات، بس المؤمنين بيفضلوا دايما إن هم يفضلوا طرف واحد. اتفقنا على 10 دقائق، يعني ممكن هم المشكلة المشكلة إن أي مؤمن في الدنيا هو، وده من خلال الحوارات، هو عايز يتكلم بس، هو مش عاوز حد يناقش، هو عايز ما يعرفوش يتناقش، ليه يقعد يعني عايز يتكلم نص ساعة، مش عاوز مناظرة، هو عاوز يقعد يتكلم من طرف واحد، مش عاوز حد يرد عليه.
استاذ احمد، انا بتفضل، ما ده في وقتي، ده في وقتي، انا بقول ده في وقتي. يعني انت كتمت المايك وانا ما كنتش بقول في وقتي، فدلوقتي انا بقول في وقتي. تفضل. فانا وقتي اقول فيه اللي انا عايزه. نعم نعم. فهم اخواننا عايزين، عايزين الواحد ممكن يقعد يقول، ما الواحد ممكن يقعد يقول ويكرر ويعيد ويزيد ومغالطات، وقال فلان وقال علان، زي ما الاخت ماري بتعمل، قال فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وسواء كان فلان ده ملحد او كده مش فارقه، اصل كانت في النظر مش بنستشهد، اصل فلان دوت كلامه ما يهمنيش، لا يعنيني، انا احترم كل الناس، لكن ليس حجه عليا تقولي لي قال فلان اسماء، هعمل ايه بالاسماء دي؟ فممكن هم يضيعوا وقتهم، ليه بقى؟ لان هو ما عندوش فعلا، المجرمين ما عندوش حاجه يقولها خالص، ما عندوش اي حجه يدافع بيها عن افكاره اطلاقا، فهيعمل ايه؟ هيعوض، دي عمليه تعويض، هيعوض بان هو يتكلم كتير، يتكلم كتير في حاجات ملهاش علاقه بالموضوع اصلا، ملهاش علاقه بالموضوع. انا ذكرت حاجات واضحه جدا ومش عاوز اقعد اتكلم كتير، انا عايز رد على النقط اللي انا طرحتها. العهد القديم فيه اباده جماعيه ولا؟ قالت لك الكتاب ادبي، لماذا ينزل الله كتابا ادبيا يعني؟ الله هاوي مثلا ما يكتب لنا روايات مثلا، لماذا الله اذا كان كتابه كتابا ادبيا يعني، لماذا لديكم شريعه في هذا الكتاب وافعل ولا تفعل وتعليمات، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ إذا كان كتابا أدبيا يغلب على نص الله، نص هذا كلام فارغ، يغلب على نص الله الصيغة والطريقة الأدبية، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. الله لديه أوامر في كتابه، هو يروي يحكي قصة نفسه، يحكي عن نفسه أنه يأمر أنه أمر فلان بقتل الأطفال، هذا موجود في العهد القديم، ليس من رأسي، هو يحكي أنه أمر فلان بقتل الأطفال، بقتل أطفال، أمر بقتل أطفال. هو لا يكتفي بتمجيد الأبطال المجرمين السيكوبات زي داود وشمشون وغيره، لا، لا، هو لا يكتفي بتمجيدهم وحكاية انتصاراتهم بشكل أدبي وهم مجرمون أصلا، لا يجب أصلا أن توضع صورهم في الصحف إلا في صفحة الحوادث. أتمنى بس نحترم، هو لا يكتفي بهذا، لا يكتفي بهذا، لا، هو يأمر بالأطفال. موضوع الطلاق في المسيحية موضوع أنا مش عارف، أنا مش عارف بأي حق وبأي ضمير بندفع عنه، بندفع عن منع. كم امرأة، أنت تتكلم على إحصائيات، ما عندناش إحصائيات في مصر تقول لنا كم امرأة ماتت في إيد واحد وهو بيعذبها مش عارفة تخلص منه عشان مش عارفة تتطلق، ما عندناش إحصائيات، لكن أنا بأكد لك إن فيه، إن ده حصل. كم امرأة دلوقتي وإحنا بنتكلم بتعاني إن هي عاشة سنين طويلة بعيد عن زوجها، بس مش من حقها ان هي تبني اسره تانية ولا تتجوز ولا يكون عندها اطفال ولا يكون ولا تحب حتى. كم واحده احنا بنتكلم بتعاني من المشكله دي، ليس لديها شريك في حياتها، لا تستطيع ان تفطر لانها منفصله عن زوجها، لا تستطيع ان تعيش معه، ممكن تعيش في دير، ممكن تعيش في اي مكان، ممكن تعيش في بيت اهلها، ممكن الا انها لا تستطيع ان تبني اسره جديده لان الكنيسه تمنعها من ذلك. وبعدين لما تيجي تتكلموا عن معدلات الطلاق، معدلات الطلاق تزيد او تنخفض هذا ليس مهما، وفي بعض المجتمعات بتكون المعدلات دي لما تزيد بتكون اشاره كويسه، بتكون اشاره كويسه لان المراه قدرت ان هي تاخد حقوقها، زي مثلا المهاجرين المسلمين لما بيجوا اوروبا تحصل حالات طلاق كتير بعد ما تيجي اوروبا، المراه بتبقى فهمت ان هي ليها حقوق ما كانتش عارفاها في بلدها، فبتيجي هنا والله لا انت ما تعملش معايا كده لأنا هتطلق منك، هنا البلد اللي أنا فيها دي تحترم من حريتي، أنا مش عايزاك. بعد كده إحنا أصلاً اتجوزنا بطريقة غلط، لأن أصلاً في مجتمعاتنا إحنا المتخلفة المتقيدة بالدين أياً كان هذا الدين، يعني مش بتفرق كتير، يعني الإسلام لا يفرق كثير عن المسيحية، بتكون هي اتجوزت بطريقة غلط، بطريقة غلط، لأن أصلاً الحب يهوى، حطينا أسلاك شائكة حول الحب، حطينا أسلاك شائكة حول المرأة، حطينا أسلاك شائكة حول الجنس، كان معقد. فمجتمعاتنا معقدة، بتتجوز بطريقة غلط، فلما يكون عندنا نسب طلاق عالية زي في مصر مثلا، نسبة فوصلت في بعض البلد 60 و70%، بعض المدن في مصر، ها، الإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة وهذه المدن، شوف نسبة الطلاق فيها كام زادت، ليه؟ هذه ظاهرة صحية، المرأة أصبحت تستطيع أن تقول لا. طبعا المسيحيين غير مشمولين بهذا العطف، يعني لأن الكنيسة المتغطرسة المجرمة تتحكم في المرأة وتذلها وتسومها سوء العذاب كما تتحكم في الشعب المسيحي المصري براحتها. الكنيسة الإجرامية في مصر، الدكتاتور الأكبر في مصر ليس الدكتاتور السياسي، هناك دكتاتور أكبر منه في البلد وهو دكتاتور المسيحيين، يقود شعبه حرفيا بالعصا كالخراف،
أرجو أرجو يعني نحترم بعض. أنا حر، أنا حر، أنا أقول رأيي لا، الحرية أنت بتمشي. بتقول على المسيحيين خراف يعني. لا أنا بقول هو بيعملهم كخراف، أنا بدافع عنهم المسيحيين، لا أنا أنت كده بدافع بتقول عنهم. عليهم خراف، فين بتدافع لا عنهم؟ أنا بقولش كده، أنا بقول هو يقود شعب الكنيسة كما يقود الخراف، لكن الحقيقة أنهم ليسوا خراف، هم بشر محترمين. كلامي أنا واضح. بالنسبة لل مسألة إن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان كانت بتتطور عبر التاريخ الإنساني، كانت بتتطور بالتدريج، لكن كان في مبدأ من الأول، ومبدأ موجود حتى عند الحيوانات، وهو إن أنت حر ما لم تضر، ولا تعبث معي ولا أنا أعبث معك، يعني ما لا تحب أن أصنعه معك لا تصنعه معي. ده كان مبدأ حتى الحيوانات، باقي الحيوانات، لأننا أيضا حيوانات، باقي الحيوانات كان لديهم هذا المبدأ، إلا ياهو. ياهو لزج، أمر الناس بالتدخل في حياة الناس، قاوم تحرير العبيد، حتى لم نستطع، كان يحمي، كان الإيمان الديني يحمي طول الوقت العبودية، أن يمتلك الناس ناس ويبيعونهم في الأسواق ويشترونهم، هذا كان هذا المسيح ومحمد وغيرهم، هؤلاء أثموا وجرموا من يتحرر من العبودية، جعلوا العبد الآبق مجرم، جعلوه مجرم، حتى أتى الإنسان وتجاوز هذا واستطاع أن يعني يحرره من هذا. فحضرات تتقدم في مجال حقوق الإنسان، لكن الدين الإبراهيمي هذا يعقد هذه العملية، عملية التطور هذه، ويؤخرها ويعقلها. ولدينا الآن دليل عملي على هذا، المجتمعات التي أدارت ظهرها للمسيح والمسيحية وهذا الإله الإبراهيمي، مجتمعات متقدمة في حقوق الإنسان، المجتمعات المتمسكة بهذا الإله بغض النظر عن الإصدار اللي هي متمسكة به، هي مجتمعات متخلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لأن الدين كان عبئا دائما عليهم يحرمهم من هذا. انتهت مداخلتي. بس في عندك وقت إذا أنت عاوز، على أي حال أوكي أنا راح خليها بس ترد على النقطة اللي أنا بقولها، ما تقعدش تقول لي قال فلان وقال علان. طبعا يعني أنا أعطي رأيي، مثلا أنا أشوف إنه المناظرة مش لا تصب بلب الموضوع اللي نحن حطيناه، لأنه ما بعرف يعني، لا أنا آسف يعني، لا أي تقول أن الإلحاد يدفع الناس للانتحار، ليس هناك أي دليل على هذا، هذا أنا كلام فارغ. أنا يعني ممكن أنا تكون واخدته من المنتديات الإسلامية. نعم، بس أنا أشوف إنه الاثنين ما في مصب في الموضوع. لا أنا ذكرت نقطتين لحد دلوقتي، المعنى وحقوق الإنسان، إنه على اي حال انه ما فيش اي اشكال يعني. انا رايي لا يهم، لا يهم رايي. تقول ان النساء في اوروبا يعرضن للمدنيين، هذه دعايه الاسلاميين، هذه دعايه الاسلاميين، وهي دعايات غير لا امينه، هؤلاء الناس يلجؤون الى اوروبا ليشوهوا اوروبا. لا تاخذي مواقع، لا تاخذي معلوماتك من ابو ايوب وابو تيس، هؤلاء الناس كذابين، هؤلاء الناس ينقلون عن اوروبا زورا، اوروبا ليست لا تعرض النساء في الشوارع، هذا كلام غير امين. انا اصلا استأت جدا من هذه الطريقه، هذا كلام غير امين. اوروبا تحترم المراه، اوروبا رائعه فيما يتعلق بالمراه، اتمنى ان تكون ايضا مجتمعاتنا. انا قلت كل ما فيش يعني، ارجوكم يعني لا يا دكتور، انا بستاء كثير من قفل المايك بتاع، انا ما بحبش قفل المايك. انا اسف احمد، انا ما بعمل ده متقصد، لكن ما اريد تصطدموا ببعض. لا ما فيش مشكله، اوروبا التي اوروبا يعني أوروبا ما تاخذ انه انا اعمل لك يعني الصوره اللي انت بتتكلم بيها دي بمراحل. اتمنى ان المراه في البلاد بتاعتنا، البلد اللي انت عايشه فيها يا ميري، تاخذ 1% فقط من الحقوق اللي بتاخذها المراه الاوروبيه، والنساء في اوروبا ليسوا عاهرات بالمناسبه، هذا كلام غلط، هذا كلام خاطئ جدا. الدعارة موجودة في كل مكان، لكن وموجودة في المجتمعات الإسلامية وأشد المجتمعات تدينا، وهنا مش موجودة في أوروبا بنفس الطريقة اللي هي موجودة فيها في بلادنا، لأن في حرية جنسية هنا والشعب مش مكبوت يعني. على أي حال خلينا نعطي مجال يعني المداخلة الأخيرة، إذا أنت يعني أزعجك أنه عملت لك ميوت أحمد، أنا مش ضد شخصك صدقني، فقط أنا ما كنت أريد يصير اصطدام بيناتكم. انا بس انا استفزني برضو يعني ان هي بتنقل نفس كلام الاسلاميين فيما يتعلق باوروبا، هذه ليست اوروبا، ما تتحدثون عنه ليس اوروبا،
وبعدين المرأة تقول لك المرأة تستغل في الدعاية وفي صورة الدعاية، الرجل أيضا يظهر في الدعاية، رجل أنيق في الدعاية التي يناسبها أن يظهر فيها الرجل، تظهر امرأة جميلة في الدعاية التي تناسبها امرأة جميلة، جسد المرأة ليس عارا، ليست مشكلة أن تظهر المرأة وتظهر جمالها في الدعاية، هذا لا يهين المرأة في الحقيقة. تمام نعتقد أن تمام المرأة عندما تستخدم صورها في الدعاية أن هذا المرأة هذه فكرة متطرفة وغبية. شكرا أحمد، خلينا نعطي 10 دقائق الأخيرة لماري. وهو يا جماعة أنا لما أعمل ميوت فقط ما أريد تصطدموا مع بعض، ما فيش أي شيء ضد شخصكم، أنا ما عندي أي مشكلة معكم. تمام تفضلي ماري، آخر مداخلة و طيب 10 دقائق. هو بيقول المرأة، طب ليه بيتعمدوا عري المرأة في الإعلانات إلا إذا كان ده بيجيب مشاهدات، لأنه بيثير الغرائز والشهوات. يعني خلينا منطقيين برضو يا أستاذ أحمد. طب بيقول ما عندناش أي إحصائيات في مصر عن الطلاق، لأ في 2021 243 ألف حالة طلاق، 243 ألف في سنة واحدة حالة طلاق بسبب إن إحنا سمحنا للطلاق، فأي واحدة عايزة تتطلق بتتطلق، ومش مهم بقى طبعا هم بالنسبة لك مش مهم لأنه مفيش مسؤولية أخلاقية، عيال بقى يتشردوا، عيال يضيعوا، عيال يتحرموا من حنان الأب. مش كل الناس يا أستاذ أحمد عندها قابلية إن هي يعني تعيش مع يعني إن هي تعوض حنان الأب أو دور الأب أو دور الأم أو العكس أو whatever. مش كل الأبناء عندهم هذه القدرة أو الصلابة النفسية إن هم يعيشوا بدون احد الابوين. اوكي، كذلك خلينا برضو بخصوص الطلاق والجريمه، في بحث في قسم الاقتصاد بجامعه تشارلز الثالث في مدريد قال لك ان الطلاق من جانب واحد، يعني مثلا ست مش عاجباها، انت بتقول بقى خدت حريتها فمش عاجباك بقى عاوزه اشوف حالي بقى ولا اشوف لي واحد غني ولا مريش ولا معاه فلوس، ها، قال لك انه الطلاق من جانب واحد يزيد معدلات العنف بنسبه 9%، وانه من خلال البيانات وجدوا انه هناك زياده متوسطه في معدل جرائم القتل، جرائم القتل ب 18% ها لمعدل الاعتداءات العنيفه بين عامي 1965 و 1997، يعني على مدار 30 سنه نسبه يعني لا يستهان بها. طب تعالوا بقى نتكلم في المسيحيه والعلم، وده المحور الثالث. قلت المعنى، المسيحيه تقدم المعنى، الالحاد يهدم اي معنى للحياه، المسيحية قدمت حقوق الإنسان، وكان أول ناس في مرسوم جراتيان سنة 1140 وقدموا مفهوم لحقوق الإنسان هي متأثرة للأفراد ما لهاش دعوة بدين ولا عرق ولا لون. تمام؟ المحور الثالث هو المسيحية والعلم. زي ما قلنا العلم بيبنى على فرضيات مسبقة، تمام؟ زي ما أخبرنا. طيب مؤرخ العلم إيان باربور قال إنه العلم في شكله الحديث نشأ في الحضارة الغربية وحدها من بين كل ثقافات العالم. ليه؟ لأن الغرب المسيحي فقط من كان لديه الافتراضات الفكرية وراء نهوض العلم. أنا ما بتكلمش على الاختراعات، أنا بتكلم على المنهج العلمي أو منهج البحث العلمي اللي هو موجود حاليا. هذا المنهج بني ووجد في الغرب ليه؟ بسبب أنه الافتراضات المسبقة للمسيحية. تمام؟ وكثير من مؤرخين العلم اعترفوا بدور وجود الإله، ها، او بدور الايمان بوجود اله في الثوره العلميه في القرن 16 وفي القرن 17، زي ما هعرض على الشاشه. يا ريت الدكتور، دي اسماء المؤرخين بس عشان الوقت، دول اسماء مؤرخين العلم. طيب ايه يا جماعه الافتراضات المسبقه اللي بنيت على ادت الى النهضه العلم والثوره العلميه في القرنين 16 و17 بسبب المسيحيه؟ أول حاجة إن معرفة الطبيعة عن طريق الملاحظة لأنها نتاج إرادة إلهية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا جماعة زمان كانت أفكار أرسطو مسيطرة إنه لازم الطبيعة عشان أتعلم عنها لازم تتبع منهج المنطق، التفكير المنطقي، فيقول لك مثلا الكواكب دائرية. ليه الكواكب دائرية؟ لأنه الشكل الدائري للحركة، المثال للحركة هو الدايرة. الشكل اللي بيعرف يتحرك بسهولة هو الدايرة، ولذلك الكواكب لازم تبقى دائرية. مش عشان احنا رصدناها، فعقيدة الخلق كما يقول المؤرخين ادت الى انه ان احنا نعرف الطبيعة من خلال الملاحظة. ليه؟ لان ربنا خلقها، الله مريد، الله قادر، الله عاوز يخلق. فصحيح انه الطبيعة عقلانية، لكن هذه العقلانية مشروطة بارادة اله عاقل ومدبر وخالق ومريد، خلقها بالطريقة اللي هو عاوز. وبالتالي عشان اعرف الطبيعة لازم ابحث فيها. تاني
افتراضية انه الطبيعة صممها عقل حكيم، وبالتالي فان الطبيعة قابلة للفهم، وده اللي قاله اينشتاين. قال لك اعجب شيء في الكون ده انه الطبيعة قابلة للادراك والفهم البشري. ليه احنا قادرين نفهم الطبيعة؟ ليه قادرين نرصد الظواهر الطبيعية في والفيزيائية في معادلات؟ لانه في اله خلق العقل البشري وخلق الطبيعة اللي العقل البشري قادر انه يفهمها. والحقيقة انه برضو خلينا كده نجيب الكلام ده، مؤرخ العلم ألفرد نورث وايت هيد بيقول: لا يمكن أن يكون هناك علم حي ما لم يكن هناك انتشار للقناعة الغريزية في وجود نظام للأشياء. قناعتي أو إيماني إن في نظام للأشياء، وبصفة خاصة نظام للطبيعة. ونسب هذه القناعة بين مؤسسي العلم الحديث على إصرار القرون الوسطى على عقلانية الله، فقد كان متأصلا فيهم أن النظام الطبيعي هو نتاج الذكاء الواحد الذي ينحدر منه ذكاء. تاني حاجة، أي سفر الحكمة، ستانلي ياكي مؤرخ العلم اللي حصل على جوائز، قال لك إنه آية سفر الحكمة 11:21 اللي بتقول: لكنك رتبت كل شيء بمقدار ووزن وعدد. كل حاجة في الطبيعة يا جماعة يمكن اختزالها لمعادلات، المعادلات الرياضية، حتى الكيمياء، الأعداد الذرية، كل شيء فعلا خاضع لي اللي هو البحث الكمي أو الكوانتيتيف انكويري. ألهمت المسيحيين في بدايات العلم الحديث وشرعوا في البحث الكمي باعتباره طريقة لفهم الكون. المسيحية يا جماعة أدت لثورة في الفيزياء، بناء على كل ده أدت لثورة في الفيزياء. ليه بقى؟ لأنه طبعا كان زمان زي ما قلنا إنه الفكر الأرسطي منتشر إنه الكون أبدي. وعلى فكرة إلى حد الآن هناك ملحدين يصرون وعاوزين ينقضوا في الفيزياء نظرية الانفجار الكبير، لأنه عارفين إن نظرية الانفجار الكبير وبداية الكون تحمل أساسات فكر ديني. وده اللي قاله على فكرة واعترف بيه في تاريخ مختصر للزمن ستيفن هوكينج، في كتاب تاريخ مختصر للزمن قال لك إنه بداية وجود الكون دي تحمل دلالة دينية. الفكر الأرسطي قال لك إنه في الكون أبدي، وبالتالي حركات الكوكب دي أبدية، هي مستمرة في الحركة الكواكب منذ الأزل وإلى الأبد. لكن جاء الكاهن جان بوريدان، الكاهن الفرنسي اللي كان بيدرس في جامعة السوربون، قال لك أنا هرفض الفكر ده بناء على المسيحية، لأنه مسيحيتي تقول أن الكون ده وجد في بداية معينة، وبالتالي الله نقل الحركة للكواكب في بداية معينة. طب ليه الكواكب مستمرة في الحركة؟ لأنه لم يصطدم بها شيء، وده اللي أدى إلى وجود اللي هو قانون الزخم أو قانون القصور الذاتي للحركة، أنه الأجسام الساكنة تميل إلى أنها تكون في حالة سكون ما لم يؤثر عليها شيء، والأجسام المتحركة تبقى في حالة حركة ما دام لا يؤثر عليها شيء، وبالتالي أدى إلى ثورة في الفيزياء. هكذا كانت المسيحية صالحة للبشر بأنها توجد معنى للحياة، تعطي أساساً راسخاً لحقوق الإنسان، ليس مبني على تشريع أو قانون شخص متغير ونزوات حاكم سياسي طاغية، لا. ثالث حاجة أنها قدمت الافتراضات يعني باعتراف كثير من مؤرخين العلم لنهوض العلوم في الثورة العلمية. وبالتالي لو قلنا، خلينا بس أختم، فاضل لي قد إيه يا دكتور؟ دقيقتين. طب كويس جدا. خليني كده أجيب الحتة دي آخر حاجة بس. طبعا كان عندي حاجة كثيرة لكن أستاذ أحمد خليني كده، زي ما قلنا انه اي معتقد يقوم على دليل، واذا كان هناك افتراض او مقترح دليله اكثر احتمالية من نفيه كمان، فان هذا الافتراض يكون اكبر من النصف، واذا كان هذا الافتراض هو بالتأكيد حقيقي فان احتماليته تساوي الواحد، واذا كان خاطئ فان احتماليته صفر. حلو كده. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في ثلاث محاور، استاذ احمد لم ينقد اي واحدة منهم، وبالتالي الأدلة قائمة على أنه المسيحية تقدم معنى راسخ للحياة ويحب الله وحب البشرية. المسيحية قدمت الأساس لحقوق الإنسان، وكانوا أول من تحدثوا عن حقوق طبيعية للإنسان. المسيحية قدمت افتراضات المسبقة للثورة العلمية في أوروبا، ولذلك الثورة العلمية والبحث العلمي لم يظهر في الحضارة الصينية، ولم يظهر في بل جوزيف نيدهام الماركسي يقول انه
يعني افتقرت الصين الى وجود بحث علمي، ها، بسبب غياب وجود ها كائن او اله عاقل. وجوزيف نيدهام بالمناسبه يا جماعه كان ماركسي ملح، يعترف انه نقص البحث العلمي في الصين كان نتاج الالحاد، كان نتاج الالحاد. ولذلك خلينا كده بقى نجيب اخر نقطه، وندي نسب، ندي نسب على المحاور الثلاثة اللي أنا جبتها. ممكن شير ده تلخيص. المسيحية تتفوق على الإلحاد في المعنى، أنا يعني هقول 6/10، مش 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 5.5 أو 7 أو 8، أقول 6/10. المسيحية تتفوق على الإلحاد أنها قدمت الافتراضات التي ساهمت في تقدم العلم عكس الصين والحضارات الأخرى اللي كانت تفتقر لوجود إله، فاحتمالية هذا دليل 6. المسيحية تتفوق على الإلحاد من حيث أنها تعطي أساسا راسخا لحقوق الإنسان، احتمالية هذا الدليل 7/10. لو جمعنا ها هيبقى 63%، المسيحية أصلح ها للبشرية من الإلحاد. طبعا النسب دي متواضعة، أنا مؤمنة أن هي 8-9-8، لكن أنا محايدة معاك جدا، بصوا يعني متنازلة لي. المؤمن مش لازم يا جماعة يبقى 100%. ليه مش لازم يبقى 100%؟ لأن احنا ما عندناش احنا الخطيه، وده بقى يرجعنا للخطيه الاصليه، يرجعنا للخطيه الاصليه. الخطيه الاصليه بتقول لنا انه الانسان لما ابتعد عن الله بسبب الخطيه، ابتعد عن الله، ده ادى الى انه ما يبقاش في معرفه وثيقه بيه، وبالتالي انت مش محتاج اصلا عشان يبقى عندك معتقد يبقى 100%. انتهى معي، انتهى، عندك يقين. 11 دقيقه اخذتي، يبقى اكبر من 5%. أخذت 11 دقيقة، شكرا جزيلا ماري. المسيحية أصلح للبشرية من الإلحاد. شكرا 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 ماري، 11 دقيقة أخذتي. عزيزي أحمد، أنت معك 11 دقيقة، تفضل من الآن آخر مداخلة لحضرتك، تفضل. أنا بس يعني كان نفسي تهتم بأن هي تسمع الكلام اللي بقوله، اهتمامها بأن هي تتكلم أكبر قدر ممكن الوقت. وأنا كمان يعني أنا كنت يعني هي هي لم تسمع أطلع كلامي، حتى أن هي تركيزها معايا كان ضعيف جدا. أنا ما قلتش مثلا، إن ما فيش إحصائيات في مصر عن الطلاق، أنا ما قلتش الكلام ده. أنت بتقول ما فيش إحصائيات عن الطلاق، أنا ما قلتش، أنا بالعكس أنا قلت العكس تمام. أنا قلت الإحصائيات الموجودة في بلدنا عن مصر، وضربت أمثلة بالمدن المصرية الأكثر في نسب الطلاق زي الإسماعيلية مثلا، أنا قلت الإحصائيات دي بتدل على أن معدل الطلاق زايد، لكن ديت عندي دي بتديني أنا مؤشر على أن المرأة المصرية بدأت تتحرك، على ان الناس بدات تنضج وتفهم ان لا امل من ولا فائده من العيش في حياه زوجيه غير سعيده. لان ببساطه شديده جدا الناس لا تلجا للطلاق الا اذا احتاجت الطلاق. يعني الطلاق ليس امرا جميلا، هي تجربه انسانيه صعبه جدا، فليس من الذكاء ولا من الحكمه ان نظن اننا سوف ننقذ اسره من التعاسة إذا حرمناها من الطلاق. بالعكس بالعكس، الناس لا تلجأ في الطلاق للطلاق أصلا وإنهاء العلاقات الإنسانية هذه إلا لأسباب وجيهة. إذا زادت إحصائيات الطلاق، إذا زادت نسب الطلاق، ده معناها إن هذه المجتمعات اللي زادت فيها نسب الطلاق لم تكن تتزوج على أساس سليم، كان عندهم طريقة غلط في التعرف على بعض والزواج. وإحنا كان عندنا سائد زواج الصالونات، وهذا الزواج غير صحي، غير صحي، وغير صحي ان نتزوج لمجرد ان نتزوج. المفروض ان الزواج ده بيكون لاسباب تانية خالص. وليس وغير صحي ان احنا نتجوز عشان نمارس الجنس برضو بالمناسبه، غير صحي، هذا غير صحي. لذلك المجتمعات بتصحح نفسها فبتزيد نسب الطلاق. انا قلت ديت بتدي مؤشرات ايجابيه في الحقيقه وليست سلبيه، ده اللي انا قلته. بمناسبة ان العلم تطور، ان المسيحية ساهمت في تطور العلوم، او المسيحية كانت هذه مزحة يعني ثقيلة الظل. المسيحيين انفسهم يعرفون ان لدينا مثلا قصة جاليليو مثلا، انه كان الى وقت قريب جدا الاطفال تدرس ان الله خلق العالم بالكيفية التي يخبرنا بها بالعقد في العهد القديم، وكان الله وقال الله ليكن جلد في وسط المياه ليفصل في اليوم الاول عمل الله كذا، في اليوم الثاني عمل الله كذا، في اليوم الثالث خلق الله الحيوانات بشكل كذا كذا كذا.
لحد ما قرر بعض الناس، بعض المسيحيين، في بان هم يتمردوا على الطريقه دي، ان هم يبحثوا بنفسه. في منهم نهايته كانت مأساوية وأحرق حيا، في منهم كانت نهايته مأساوية أقل سوءا ولكن نهاية مأساوية أيضا زي جاليليو. بالتدريج تمردت أوروبا على هذه القصة التي أخذتها من العهد القديم ومن المسيحية، وبدأ الناس يعتمدوا على العلم بأدوات عصرية قديمة. فالمسيحية عرقلت مسيرة العلم فترة طويلة جدا من الزمن، و ما زال تفعل هذا في بعض البلاد، والإسلام أيضا يفعل هذا نفس الشيء، ودائما يأخذ العلم، يعني يلجؤون أيضا إلى شيخه علشان خاطر يفتيهم لما يكون في مثلا شيء يتعلق بالعلم، زراعة الأعضاء مثلا مثال على ذلك. برضو عندنا موقف الدين المسيحي والإسلامي من نظرية التطور، ما زال معرقل، ما زال في مسيحيين لحد النهارده وكنائس ورجال دين بيحاربوا نظريه علميه زي نظريه التطور. وهذا مثال حي على ان الدين ضد العلم، لا يريد الناس ان تعرف الحقيقه، هذه حقيقه علميه التطور، وهم لا يريدون الناس ان تعرف هذه الحقيقه. هذا مثال على اضطهاد العلم او مساهمه الكنيسه في عرقله العلم ورجال الدين والديانه المسيحيه في عرقله العلم. خلاصة هذا الحوار هو لا توجد أدلة علمية على وجود الإله أصلا، وهذا الإله الذي لا توجد أي أدلة علمية على وجوده، أيا كان الإصدار بتاع هذا الإله، هندوسي إسلامي مسيحي يهودي، أيا كان شكل هذا الإله، إلا أنه الأسوأ من أنه هو لا يملك أدلة علمية على وجوده. نحن لا نملك أي أدلة على وجوده. هو أيضا دار لأنه مرتبط بمجموعة من التعاليم القديمة التي لم تتطور، نظرة قديمة للمرأة، تعليم قديمة حول علاقة البشر بعضهم ببعض، تعليم قديمة حول حقوق الإنسان، ومعرقلة. لن يكون البشر بخير أبداً إذا التزموا بنصوص قديمة عمرها آلاف السنين، أو حاولوا استنساخ يعني حياة اجتماعية قديمة عمرها آلاف السنين. سيكون البشر بخير لو راكموا التجارب بتاعتهم ورقموا الخبرات واستفادوا من هذه المراكمة، وهذا ما تفعله البشرية وتفعله المجتمعات التي تحررت من الديانات أيا كان نوع هذه الديانات. يتقدمون في كل المجالات بما فيها مجال حتى مجال حقوق الإنسان. هذا ما أردت قوله، لكن في هذه المناظرة قدمت ميري نموذج يعني تقليدي وكلاسيكي لطريقة المؤمنين في المناظرات، وهي طريقة التستيف، يعني يقولون أكبر كلام ممكن، يستشهدون بأكبر مقالات ممكنة، قدر ممكن من المقالات، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان كذا، مهم أنهم يتكلمون فقط. في عندك دقيقتين أحمد بعد. أوكي، في النهاية أنا أتمنى أن الناس تعيد النظر في هذه الديانات، تعيد النظر في تدينها، يعني تذكروا دائما أنكم كنتم أطفال عندما لقنتم هذه المجموعة من التعاليم ولقنتم هذه القصص على أنها حقائق، ولم تكونوا في وضع يسمح لكم بأن تقاوموا عملية التلقين هذه، فنشأتم على هذه الأديان. أيا كان تصوركم للرب بعد كده، سواء كان تعدل أو ما تعدلش، إلا أن هذه الأرباب كلها صناعة بشرية، وكلها صناعة بشرية أيضا قديمة جدا، قديمة جدا وغير قابلة للتطور. يعني ولديكم دائما خيار، وهو أن ترفضوا كل ما يقدم بغير دليل وتبنوا حياتكم على أساس العلم، وتكونوا في أمان وسلام، ولن يلقي بكم أحد في الجحيم، صدقوني. ليست هناك نار أبدية، ليست هناك حياة بعد الموت، لا نملك أي أدلة على وجود حياة بعد الموت، هناك حياة هنا قبل الموت، استفيدوا منها وحاولوا أن تكونوا سعداء فيها ببساطة شديدة. شكرا جزيلا. شكرا، خلص وقتك أيضا كمان. إذا نحن وصلنا إلى نهاية هذه المناظرة. إذا أي طرف من الطرفين حس نفسه أنه هو مستاء من شيء، أنا بعتذر من نيابة عن أي واحد قدم شيء يعني غير لائق. وبالنسبة للميوت،
أنا ما كانش قصدي إنه لا لا شوف، لا ما فيش حاجة، لا عصر خير عصر خير. يعني أنا فقط ما كنت أريد إنه تصطدموا مع بعض، هذا كان قصدي فقط. لا لا احنا ماري انا بعزها جدا كأخت يعني وصديقة عزيزة، نعم. لكن المناظرات دائما يعني يحدث فيها هذا بشكل طبيعي. عادي جدا. هو يعني الشيء الوحيد أنا يعني أعطي رأيي شوي، أنا شفت إنه يعني شوية ابتعدتم عن الموضوع المناظرة أنا في الصلب، أنا ما حطيتش على الموضوع. الاثنين ابتعدوا عن الموضوع المناظرة، أنا شفت هذا الشيء، لكن بغض النظر أنا أشكركم من كل قلبي، أشكر محبتكم إنه كنتم هنا وقدمتم هذه المادة، أتمنى أن تكون هذه المادة مفيدة لكل من سمعنا، شكرا. ومني لكم كل الحب والاحترام، وتصبحون على ألف خير.